مساء الخير في معاد غير اعتيادي لمناسبة غير اعتيادية، المؤتمر الثاني للشباب، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يتحدث. خلينا نشوف جزء مما يحدث في هذه الجلسة الهامة جدا، هذه الجلسة عن الإصلاح الاقتصادي، وهذه أول مرة يتناول فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلام عن الإصلاح الاقتصادي. المنصة عليها كل المجموعة الاقتصادية، وكلام صريح ومباشر وشيء هام جدا. يعني احنا النهاردة موجودين قبل ميعادنا، لانه الاول مرة الادارة في مصر رئيسا وحكومة تتحدث مع الشعب بشكل مباشر بشكل واضح في موضوع الاصلاح الاقتصادي. خلينا نشوف ماذا يحدث الان على الهواء مباشرة. زي ما قلت لحضراتكم ان المجموعة الاقتصادية، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية لسه مخلص كلامه، هنعيده دلوقتي، لانه اول مرة تسمع تعليق من عبد الفتاح السيسي عن موضوع الاصلاح الاقتصادي. دلوقتي يعني الجلسة خلصت، وحنسمع بعد شوية تعليق الرئيس على موضوع الإصلاح الاقتصادي، وحنسمع أيضا ماذا قالت المجموعة الاقتصادية. كل هذه الأشياء هامة جدا، لأن بقول لحضراتكم من أول الإصلاح الاقتصادي اللي بقاله أكتر من شهر، لأول مرة الإدارة المصرية بشكل واضح بشكل مباشر تتحدث في هذا الموضوع. هنسمع تعليق الرئيس بعد شوية. عايز أقول لحضراتكم إنه النهاردة كان في أداء غير عادي لرئيس الوزراء، وهتسمعوا كلمة رئيس الوزراء، أول مرة تسمعوا رئيس الوزراء بيتكلم بالطريقة دي، أداء سياسي من الدرجة الأولى. اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي وإحنا بنعيد لحضراتكم هذه المشاهد كلها، حضراتكم هتشوفوا ما يجب أن يحدث في مجلس النواب. يعني الشيء اللي انتم المفروض تشوفوه مجلس النواب، تشوفوا المسؤولين وهم بيشرحوا لكم اللي بيحصل، تشوفوا البلد رايحة فين، تشوفوا مستقبل البلد عامل ازاي. جلسة الإصلاح الاقتصادي دي هي أهم جلسة النهاردة. كان في جلستين، جلسة الصبح عن التعليم وهنشوف منها أجزاء، وجلسة أخرى اللي هي كانت دلوقتي اللي هي عن الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي ده أثر على كل مصر، شركات ومواطنين وفقراء وأغنياء، وتؤثر نتائجه على كل المصريين. فهذه الجلسة هامة جدا، ولذلك حبينا ان احنا نكون مع حضراتكم نعد لكم اجزاء كثيرة من هذه الجلسة مع توضيح بسيط وتعليق بسيط. زي ما بقول لحضراتكم ان النهاردة كان في اداء جيد جدا رئيس الوزراء، استمعنا لوزيرة الاستثمار لاول مرة تتحدث عن مشاريعها وبيفكر في قانون الاقتصاد ازاي وتتحدث في الموضوع ازاي. الجلسة الاسئلة فيها كانت جريئة جدا، زميلتنا سارة حازم اللي كانت موجودة على المنصة، أسئلة ليس فيها أي مجاملة، وهي أسئلة الشارع المصري. فحسينا أن احنا جوه حزب أو جوه برلمان، احنا لسنا في داخل مؤتمر عادي، ويبدو أن هو ده التنظيم السياسي اللي في مصر. يعني ده التنظيم السياسي اللي الناس لازم كلها تفهم منه، ولكن هو يقوم بدور البرلمان. هي الجلسة موجودة، الشعب يسأل، الشباب موجودين بيعترضوا، بيتكلموا على الرقابة على الأسعار، بيتكلموا على سعر العملة، بيتكلموا على أشياء كثيرة. والإدارة المصرية، رئيس البنك المركزي، وزير المالية، رئيس الوزراء، وزيرة الاستثمار، شباب بيعملوا في المجال. تعالوا نشوف في هذه الجلسة كلمة داليا خورشد وزيرة الاستثمار، لأول مرة تكشف عن نفسها، لأول مرة نسمع هي بتفكر ازاي، لأول مرة تقول لنا ايه اللي بيحصل، لأول مرة تقول لنا الاستثمار في مصر ماشي ازاي وهيحصل فيه ايه. نسمع كلمة داليا خورشيد، وبعدين نسمع كلمة رئيس الوزراء اللي بقول لحضراتكم ان اداؤه اليوم اقل ما يوصف به انه كان مبهرا، ونسمع ايضا تعليق سيادة الرئيس في الاخر على جلسة الاصلاح الاقتصادي. عايز اقول لكم حاجة بس قبل ما نشوف الحاجات دي، انا شخصيا كنت فاكر ان مؤتمر الشباب ده مرة وخلاص، ولكن يبدو ان الادارة المصرية جادة في هذا الموضوع. يعني النهاردة بنتكلم على 600-700 شاب اخر جايين يتكلموا يحضروا يناقشوا يشاركوا، والاهم ان الشعب المصري كله بيشارك. يعني الكلام عن المحروقات ومداخلة الرئيس على موضوع المحروقات، الكلام اللي السؤال اللي تسأله رئيس الوزراء، كل ده كان لازم يقف في برلمان. وعشان كده احنا لما بنقول للناس ان انت لما تشوف البرلمان حياتك هتتغير. فالنهارده ناس كتير بتفهم ايه الحكايه، المستقبل فيه ايه. لاول مره الرئيس يتحدث عن 11-11، النهارده هتسمعوا الكلام ده لاول مره، يتحدث عن هو كان بيفكر في ايه لما جه ياخد قرار الاصلاح الاقتصادي. كل هذه الاشياء النهارده موجوده. خلينا نسمع داليا خورشيد، وبعدين نشوف رئيس الوزراء، وبعدين نشوف كلمه السيد رئيس الجمهوريه.
احنا متشرفين النهارده انا وزملائي من وزاره الاستثمار احنا موجودين مع الشباب هنا. احنا معروفين ان احنا وزاره شبابيه، فشباب كلهم هنا زملاء المستقبل معانا. احنا بدانا الفتره اللي فاتت اول حاجه بدانا بيها هو احنا داخليا كوزاره وكهيئه. باول حاجه احنا عارفين ان عندنا تحديات وعارفين ان عندنا مقومات برضو، والمقاوم الاساسي اللي عندنا هو الموارد البشريه. فبدانا الاول ان احنا بنحط خطه تحول استراتيجي للتعامل مع الثقافه الاستثماريه، وبدانا بنفسنا وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع المستثمر. فدي كانت من اهم الحاجات اللي بدانا بيها داخليا، على اساس ان احنا جوانا لما احنا نبقى عندنا كل الايجابيه وكل التفاؤل نقدر نعكس على المجتمع الخارجي التفاؤل بتاعنا ده. فاحنا دي اول نقطه. تاني حاجه احنا عايزين بس نشرح ان المواطن العادي بيسال ايه معنى الاستثمار ده بالنسبه لي. يعني دي حاجه اساسيه. يعني طب الاستثمار ده جزء من الاصلاح الاقتصادي ولا هو ايه بالظبط؟ فانا عايزه بس ايه اقولها ببساطه على اساس ان احنا نبقى كلنا عارفين. الاستثمار ده هو يعني اهم شريان الحياه الاقتصاديه، فهو بتشجيع المشروعات الانتاجيه، مزيد من فرص التصدير، مزيد من فرص العمل، مزيد من الخدمات اللي تساهم في تحسين حياتنا، ومزيد من موارد النقد الاجنبي للدوله. يعني ببساطه الاستثمار ده هو الحصاد بتاع الاصلاح الاقتصادي، على اساس ان احنا كلنا نبقى عارفين ان احنا الثقافه الاستثماريه دي هي الحصاد اللي احنا هنجنيه من كل الثمن اللي احنا عمالين بنعمله وعمالين بن 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 بنقول ان احنا الفتره اللي فاتت كان فيها ليها ثمن الاصلاح الاقتصادي. هو ده اللي احنا شغالين عليه. فاحنا اهم حاجه حضراتكم عارفين ان احنا بدانا نشوف ايه التشخيص بتاع الاستثمار. اهم تحدي عندنا ان ملف الاستثمار ده فيه حاجات لازم كتير نشتغل عليها في نفس الوقت. لازم نشتغل على منازعات الاستثمار والترويج للاستثمار والحزمه التشريعيه والتغيير الاجراءات والتعامل مع البيروقراطيه. فاحنا كان عندنا تحديات كتير جدا، وملف الاستثمار ده مش خاص بوزاره الاستثمار بس، ده خاص بينا كلنا ككل الجهات. فاحنا زي ما حضراتكم عارفين ان شرفنا فخامه الرئيس برئاسه المجلس الاعلى للاستثمار، على اساس ان احنا عندنا جهه دلوقتي على اولويه الاجنده السياسيه اللي هي بنقدر نحقق فيها التناغم المطلوب مع كل الجهات وصناع القرار بالاستثمار، على اساس ان احنا بنحط الاستراتيجيه ونتابع كل القرارات الهامه اللي هي بتؤثر على مناخ الاستثمار. وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا عملنا جلستين وخدنا اكتر من 20 قرار كلهم هادفين الى جذب الاستثمار، وفي المنهجيه بتاعتنا بتاعت الفتره اللي جايه ازاي هنتعامل مع المستثمر. لما نيجي نتكلم على الحزمة التشريعية، والناس بتسأل طول الوقت قانون الاستثمار فين؟ قانون الاستثمار فين؟ قانون الاستثمار ما هوش القانون الوحيد اللي بيؤثر على الاستثمار، ده جزء من حزمة تشريعية كلها بتؤثر على الاستثمار. احنا عندنا قانون الاستثمار، وعندنا قانون الإفلاس والتصفية، وقانون الشركات، وقانون الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعندنا قانون السجل التجاري، عندنا حزمة تشريعية كاملة. إنما بداية قانون الاستثمار ده أهم الحجر الأساس اللي احنا بنقول ده اللي بيحط الضمانات والحوافز للمستثمرين. فإحنا اشتغلنا على قانون الاستثمار، وعشان برضو نشرح للشباب وللشعب المصري، احنا كان عندنا خيارين، يا إما إن احنا نعمل تعديلات في القانون الحالي أو إن احنا نعمل قانون استثمار جديد. وكان عندنا مرجعيات الفترة اللي فاتت، واشتغلنا مع مستثمرين وبيوت خبرة، وقعدنا نسمع. وسيادة الرئيس احنا سمعنا بعض كتير، وسمعنا الاتحادات، وشفنا ايه اهم المعوقات الموجودة، وشفنا ان احنا في لجنة فض المنازعات
تقريبا 60% من المشاكل الموجودة هي تخصيص أراضي و 25% هي تراخيص. طب احنا هنحل الحاجات دي ازاي؟ الحاجات والضمانات الموجودة عندنا والاشتباكات الموجودة مع قوانين أخرى، وأخذنا آراء مستشارين قانونيين. دي الجلسة اللي كانت من نص ساعة عن الإصلاح الاقتصادي. بعد شوية هنشوف السيد رئيس الوزراء وهو بيتكلم. وزي ما بقول لكم دايما ان ميزة شريف اسماعيل الحقيقية ان هو بيقول الحقيقة المرة، يعني اللي يقوله شريف اسماعيل يعرف انه هيحصل، هيرفع اسعار كذا يبقى هيرفع اسعار كذا، هينزل اسعار لا ما فيش هينزل، مش عارف هيتفق على ايه يبقى هيتفق على ايه، هيشيل ايه يبقى هيشيل ايه. يعني هو رجل واضح جدا هو باشا، ولكن لأول مرة يتحدث بشكل فيه حماس، شكل فيه إصرار يعني تفسير لما يريد، تفسير لشخصيته، تفسير للواقع الاقتصادي، تفسير لما سيقوم به. وختم كلامه بطريقة غريبة جدا، قال لك يا كده يا بلاش، يعني يا كده خلاص مش هينفع، يعني يا نعمل ده يا مش هينفع. هذا التصميم على موضوع الاصلاح الاقتصادي، زي بقول لحضراتكم احنا ليه موجودين بدري وليه هي مساله استثنائيه، انه الكلام على الاصلاح الاقتصادي وناس كتير ما بتحبش الاقتصاد، بس هي دي حياتك. سعر اللحمه، سعر اللبن، يعني بنتكلم دلوقتي على معدل تضخم، يعني زياده في الاسعار وصلت 20%، فاكرين وقتها اما كانت 16 قلت لكم هتوصل 20، وانا رايي انه في سنه 17 عام ونص كده تبقى 23 24% زياده في الاسعار. هي دي الزياده اللي هتبقى، ده معدل التضخم. معدل التضخم ده يعني ايه؟ يعني معدل زياده في الاسعار، سله عملات كده بتتجاب، العمله دي ال- 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 الحاجات ديت الشهر ده بتتباع بكام والشهر اللي وراه بتتباع كام، بيعرفوا بيقارنوها فبيعرف الزياده. فاحنا في الزياده عندنا 20%، انا اظن انها اكتر. فالكلام بتاع شريف اسماعيل، وبعد كده الرئيس قام بالتعقيب شخصيا على هذا الموضوع، كلام هام جدا لانه زي ما بقول لحضراتكم لا علاقه بالمستقبل. وبعد كده هنرجع لورا بقى شويه نقول لكم ايه اللي حصل في جلسه التعليم، ودي مساله مهمه جدا. فانا عايزكم وهتشوفوا زي ما بقول لحضراتكم شريف اسماعيل هو بيتكلم كانه لم يتحدث من قبل، هتشوفوا واحد تاني، يعني بني ادم تاني غير البني ادم، طريقته الهاديه اللطيفه اللي يعني المتحفظه شويه، انما يعني اللي احنا هنشوفه ده جديد، واللي احنا هنشوفه ده مهم. تعرف ايه مستقبلك، تعرف ايه اللي حصل، تعرف هيحصل ازاي. برحب بكل مستمعينا في نغم اف ام اللي ايضا بيستمعوا الينا الان في الراديو. خلينا نسمع كلمة سيادة رئيس الوزراء. بجنيه بتتضاعف، نعمل ايه كروشتة او كمو يعني عشان المواطن يقدر ان هو على المدى القصير يتعامل مع الظرف اللي احنا فيه. شكرا. هي انا يعني هتكلم بشكل اشمل بخصوص هذا الموضوع. احنا يجب نبقى عارفين ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية، ومشكلة اقتصادية كبيرة. دي مش اول مرة تمر مصر فيها بمشاكل من هذا النوع. ولكن احنا يجب نواجه، ويجب ان يكون في شفافية في التعامل مع الموقف. ممكن نمرر الوقت، ممكن نأجل القرار، ممكن ننتظر، ممكن نعمل قرارات مسكنة لفترة زمنية، وده حصل في فترات كتير. وممكن نواجه وناخد القرارات الصعبة مع الأخذ في الاعتبار ان احنا في مرحلة صعبة. مصر مش في مرحلة عادية، مصر في مرحلة صعبة، ولكن احنا اخترنا المواجهة والشفافية عشان نوصل لحل، لأن مصر تستحق مننا هذا. مصر تستحق أن نواجه وأن احنا نجد حلول للمشاكل اللي احنا عايشينها. ما ينفعش نمررها ونرحلها للأجيال التي تأتي بعدنا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يمكن سيادة الرئيس كان اتكلم على استمرار الوضع الحالي. احنا كنا في الجلسة اللي قبل الجلسة اللي احنا قاعدين فيها دي بنتكلم على التعليم، شيء جيد جدا فعلا احنا نتكلم على تطوير التعليم، ولكن ايضا تطوير التعليم محتاج موارد، محتاج تمويل، محتاج ان احنا ننفق عشان نقدر نطوره. طيب نبص على الموازنة العامة للدولة في مصر 930 مليار،
منهم حوالي 300 مليار بيروحوا خدمة دين. خدمة دين يعني ايه؟ يعني الفوائد المترتبة على ما تقترض الحكومة من البنك المركزي والبنوك التابعة له. فبندفع فوائد 300 مليار، بندفع دعم حوالي 210 مليار، بندفع أجور حوالي 230 مليار. يعني مصر اللي بيفضل لها عشان نصرف على كل الأنشطة بتاعتها حوالي 200 مليار. 200 مليار بأسعار الصرف الجديدة يعني بنتكلم على 15 مليار دولار. دولة فيها 90 مليون مواطن بتصرف على كل أنشطتها تعليم وصحة ونقل وصرف صحي وكل اللي احنا عايزين نطوره ب 15 مليار. مع كل التقدير والاحترام، احنا في مشروعات عندنا سواء كانت في الكهرباء او في البترول او في علشان نوفر احتياجاتنا ممكن تكون استثماراتها في حدود هذا الرقم. طيب ايه اللي هيحصل لو ما خدناش القرار؟ احنا مواردنا حوالي 620 مليار وبننفق زي ما قلت في الموازنة 930، يبقى انا عندي 300 مليار بستلفهم من البنوك. ال 300 مليار دول فايدتهم حوالي 45 مليار جنيه. السنة الجاية خدمة الدين ما بقتش 300، بقت 350، والسنة اللي بعدها بقت 400 و420. طب وبعدين هيفضل ايه بعد كده للموازنة الدولة علشان نصرف على كل هذه الأنشطة؟ ما نقدرش، أمور لا تستقيم. نضيف لهذا بقى ان انا بعد 3-4 سنين من الوضع ده البنوك هتيجي تقول لي انا اسف انا ما اقدرش اقرضك، احنا عندنا ضوابط عالميه بتحكمنا ما نقدرش نوفر لك الفلوس دي. ادي حاجه. الحاجه اللي بعدها ان احنا مش هنقدر نوفر احتياجاتنا الاساسيه بعد كده، مش هنقدر ننفق على خدماتنا وخدماتنا هتنهار. البنك المركزي في خلال الخمس سنين تآكل الاحتياطي عنده، لاننا فضلنا بدل ما احنا نحافظ على انتاجنا وبدل ما احنا نستورد، لا احنا استوردنا اكتر، وبدل ما ندعم المنتج المحلي ونحاول ان احنا نقوي المنتج المحلي دعمنا صناعات دول اخرى. هتتآكل الاحتياطيات البنك المركزي، ومع الاسف ممكن نوصل لمرحلة نبقى غير قادرين على اننا نفي بالتزاماتنا الدولية. ده اللي ممكن ان احنا نوصل له. واعتقد ان محدش موجود هنا في هذه القاعة يقبل ان تصل مصر الى هذه الحالة. هو ده اللي موجود عندنا. وما كانش ممكن ان احنا ننتظر. ممكن ممكن نعدي سنتين ثلاثة والدنيا تعدي. هو قبل كده حصل كده. لكن احنا ما بنعملش كده النهاردة. احنا بنواجه بمنتهى الامانة بمنتهى الشفافية وبنقول ان هو ده المطلوب. مطلوب اصلاح اقتصادي. ما فيش اصلاح اقتصادي دون ان يكون او يترتب عليه صعوبات. ويجب ان نتحملها. ما فيش حلول دون ان يكون هناك صعوبات ومواجهة مع هذه الصعوبات. انما انا عايز حل دون ان يمس مقدراتي كلها مش ممكن. صعب. صعب ان احنا نجد هذا الحل. صعب ان احنا نقول ان احنا عندنا حلول والناس كلها هتبقى مستريح. لا. مفيش حد بينجح الا لما يتعب ويبذل جهد كبير جدا ويتحمل مسؤولياته. وده اللي احنا بنحاول نعمله في هذه المرحلة. فلا الموضوع صعب. الموضوع محتاج ان احنا نتحرك فيه بشكل مختلف. الاصلاح الاقتصادي مش مجرد ان احنا بناخد قرارات يترتب عليها ارتفاع في الاسعار. لا احنا مش ده اللي بنستهدفه. هناك برنامج بنشتغل عليه على 4 محاور. اصلاح المالية العامة زي ما بنتكلم في المؤشرات، معدلات النمو، خفض عجز الموازنة، كل دي يعني ارقام بنشتغل عليها بحيث ان احنا نزود مواردنا ونقلل انفاقنا وتكون النتيجة انه عجز الموازنة يقل وبالتالي ما نقترضش. ومواردنا تزيد وبالتالي نقلل اقتراضنا على الاقل على المدى القصير. دي اول حاجة. تاني حاجة بنشتغل على العدالة والحماية الاجتماعية، وفي عندنا مجموعة من البرامج بنشتغل فيها زي برنامج تكافل وكرامة. بنشتغل في التموين، بنحاول ان احنا نحسن. لكن الاهم من ده وهو هدف مهم جدا كلنا قعدنا نتكلم عليه فترة زمنية طويلة جدا، وهو ان يصل الدعم الى مستحقيه. احنا عندنا 77 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين، منهم 3 او 4 مليون
يا اما حالات وفاة يا اما اسماء متكررة. منهم 10 مليون ما لهمش رقم قومي، منهم 5 مليون الرقم القومي بتاعهم غير صحيح. ده بنشتغل فيه النهاردة، وده امر مهم جدا. اذا كنا فعلا احنا كلنا كمصريين بننادي وقعدنا نقول لفترة زمنية طويلة ان يصل الدعم الى مستحقيه، ده المدخل. المدخل هو ان احنا يكون عندنا قواعد بيانات سليمة، والمدخل ان احنا نتحرك في العدالة الاجتماعية، هو ده باب من ابواب العدالة الاجتماعية. المحور الثالث اللي بنشتغل عليه الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل، ومعالي الوزيرة شرحت. والمحور الرابع هو المشروعات القومية اللي احنا بنشتغل فيها النهاردة، وكان ليها دور ايجابي في ان احنا نخفض بيها نسبة البطالة يمكن من 13.3 يعني انا عايز اقف عند النقطة دي، لانه اكيد حضرتك برضو بتشوف بعض الانتقادات اللي بتقول طب هي المشروعات القومية دي ممكن تفيد في ايه، طب ما يمكن المشروعات القومية دي سبب من اسباب الازمة الاقتصادية او هكذا. حضرتك بترد على النقطة دي تحديدا بتقول ايه؟ بقول انه كان مش ممكن، يعني هل تستمر مصر بدون كهرباء؟ ما هو جزء من المشروعات القومية الكهرباء. تستمر مصر بدون كهرباء؟ تستمر مصر بدون أن يكون هناك مشروعات لإنتاج الغاز ولتحويل الاكتشافات الأخيرة لإنتاج؟ تستمر مصر دون توسع عمراني؟ تستمر مصر دون إسكان اجتماعي؟ وتستمر العشوائيات؟ تستمر مصر وتنهار الطرق فيها؟ تستمر مصر وتنهار فيها الصرف الصحي؟ لا غير مقبول. مصر لا تستحق مننا كده. لازم مصر يبقى فيه تطوير. المشروعات دي كمان الى جانب هذا بتفتح بابواب للاستثمار. العاصمة الادارية والمدن الجديدة اللي بتنشأ في الصعيد هتبقى فيها مجالات للاستثمار. المشروعات القومية اساسية، وكان ليها دور ايجابي في تشغيل عدد كبير جدا من المصانع، حديد واسمنت وصناعات مترتبة يمكن تزيد عن 90 صناعة مرتبطة بالبناء والتشييد. احنا لو ما كانش عندنا مشروعات قومية ما كانش انخفضت نسبة البطالة، وكان حصل نوع من الركود في الاقتصاد القومي اسوأ مما نحن عليه. فلا كان ليها دور كبير، ولا مصر لا يمكن ان تستمر تنهار فيها البنية الاساسية الى هذا الحد. احنا لازم نواجه، لازم نبقى واقعيين. احنا بعدنا عن المواجهة لفترة زمنية طويلة، سبنا لحد ما المرافق بتاعتنا انهارت، سكة الحديد انهارت، مترو الانفاق في طريقه الى الانهيار ما لم ناخذ قرارات قويه في خصوصه. لكن الاستمرار في هذا، صرف الصحي انهار، مياه الشرب، التعليم اللي احنا وصلنا له، احنا رفضنا ان احنا ناخد اجراءات وتصحيحيه في فتره زمنيه طويله، وكانت النتيجه ان المواطن هو اللي اخذ هذه الاجراءات، فلجأ للدروس الخصوصيه ولجأ الى مراكز التعليم. طب احنا ليه ما اخدناش القرار الصحيح؟ ليه ما طورناش التعليم؟ ليه ما طلبناش من المواطن ان هو يدفع ولو قدر بسيط من هذه التكلفة عشان ننهض بالتعليم؟ ما عملناش كده. لجأ هو الى اجراءاته بمعرفته وحل مشكلته، حلها في الصحة، حلها في التعليم، وحلها في النقل. يعني انا بقول انه انا الاوان ان احنا ناخد قراراتنا، وناخد قراراتنا الصحيحة، وهو ده التوجه الصحيح، وهو ده المستقبل لمصر. هيبقى فيه صعوبات، هيبقى فيه تضحيات مطلوبة. مفيش نجاح بدون هذا. مفيش حد بيدخل يعني في 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 في, في جهده او في معركة دون ان يكون هناك نتيجة خسائر. لازم هنتحمل. اذا ما كناش عندنا استعداد نتحمل، لا يبقى خلاص. شكرا. انا عايزه استاذن كمان وجود عايزه استاذن حضرتك انه دكتور غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي موجوده معانا، ممكن تقول لنا طيب وتكمل لنا الجزء ده، اجراءات الحمايه المجتمعيه كيف تم تدبيرها، وكيف تم التعامل مع المواطنين اللي ممكن يكونوا عندهم ازمه. دي كلمة رئيس الوزراء لأول مرة، وأنا ما أقصدش حاجة عيب، يعني يظهر أمام المصريين ليس شخصية تنفيذية فقط، يعني ليس منفذا فقط، ولكن مبتكرا لأفكار ومديرا لها ومقتنعا بها.
يعني احنا النهاردة بنشوف رئيس وزراء بيتحدث عن اصلاح الاقتصادي بشكل هو مقتنع بيه 1000% انه هيكمل فيه حتى النهاية، حتى نهايته او نهاية الطريق، ايهما اقرب؟ يعني هنشوف ايهما اقرب. ولكن اللي انا بقوله برضو انه ينظر المصريين الى هذه الجلسة ويسألوا فين الاحزاب، فين مجلس النواب؟ هذا هو النظام الموازي لهذا. يعني انت النهاردة ترى جلسات، جلسة الشباب الاولى وجلسة الشباب التانية مناقشات هامة، الصراحة تظهر، شخصيات العامة تتحدث، الناس تفهم، تؤخذ قرارات يتم احلتها بعد كده المجلس النواب، ومجلس النواب بيوافق عليها بقى. يعني هي دي بقت عندنا زي ديمقراطية اثينا، اللي هي الديمقراطية الاثينية، كان يجتمعون في ميدان ويقررون الاشياء ويأخذون القرارات. رجعنا تاني للديمقراطية المباشرة بتاعت زمان، ان يجتمع الحاكم بالشعب مش ممثلين للشعب. يعني احنا عندنا الديمقراطية على مرحلتين، ان عندنا مجلس نواب وتذهب له القرارات ثم يتم اخذها، يعني رئيس الحكومة تقترح او مجلس نواب يقترح. ولكن الان لا، الان نحن امام شيء جديد تماما، شيء جديد في السياسة. يعني في علم السياسة مفيش حاجة كده، مفيش مجموعة من الناس، ولكن هو شيء جيد لان احنا مش فاهمين حاجة ومش سامعين حاجة. يعني السيدة وزير الاستثمار شيء جيد جدا نستمع اليه اليوم، السيد رئيس الوزراء في ثوبه الجديد، السيدة غادة والي اليوم تتحدث بشكل جيد وواضح جدا عن انه في الثلاثين سنة اللي فاتوا كان عندنا 1,000,000 وحاجة اسرة هم اللي تحت مظلة التأمينات يعني او الدعم الاجتماعي، الان العدد ده تضاعف في سنتين. يعني تعرف هقول لكم على رقم، انا تعرفين بحب الارقام جدا ولكن عايز ابسطه. اهم حاجة في رئيس الوزراء ده اللي قالها لك ايه؟ قال لك ان البلد ديت اللي هي رايحة وجاية و90 مليون ومدارس ومصانع واستثمارات وبتاع، مصروف ايدها بس 15 مليار دولار في السنة بس، الباقي كله تدفع فوائد ديون، بتدفع اجور، بتدفع دعم. بيبقى لك كم من دول من دخلك اللي هو اقل من التريليون، او موازنتك اللي اقل من التريليون؟ 15 مليار دولار. وعاصمة ادارية وتعليم وصحة، كل ما انت عارف زي بيتك كده مصروفك كام، تقول لي مثلا مصروف البيت 3000، انا مصروف البيت 4000، انا مصروف البيت 5000، ماشي تاكل وتشرب وتنام ب5000. مصر تاكل وتشرب وتنام غير فلوس الدعم، لان الدعم ده نصه طاير واحنا كلنا عارفين ده لا يذهب الى مستحقيه. يعني النهارده رئيس الوزراء يتحدث عن 3 مليون واحد ميت بياخدوا بطاقة تموين، 3 ده رئيس الوقت ده على فكرة، مش عمرو اللي بيقول، من زمان قلنا لكم في ناس ميتين. طيب وقال لك ايه؟ قال لك في 4 مليون بقى اسمهم متشابه، يا نهار ابيض، يعني في 7 مليون المفروض ما ياخدوش دعم؟ يعني دول بيروحوا في السيفون؟ دي فلوس بنرميها في الزبالة؟ من 210 مليار؟ هو دعمنا كله 210 مليار جنيه. فالراجل ده بيقول لك النهارده معلومة، ما عادش بقى في مجلس النواب حد كلمنا، حد شرح لنا، جه نائب لم الشعب قال لهم يا شعب محافظة الدقهلية انا عايز اقول لكم كل صرفنا 15 مليار دولار اللي هم 200 مليار جنيه، كل حاجة، اتوبيساتك وطياراتك وتعليمك وصحتك ومجاريك واسكانك الاجتماعي وعاصمة ادارية وجرارات زراعية وفلاحين تعبانين ده بلد عايشة بمعجزة. يعني اليوم بكام في ال 15 مليار لل 27 محافظة؟ اليوم بكام؟ 200 مليار على 365، يبقى كام؟ بكام اليوم؟ بكام مليون؟ عشان بس ده الشعب المصري ده بيتغرغر عيش كل يوم الصبح. دايما بقول المثل ده، في 16 مليون طالب بيروح المدرسه، في 16 مليون طالب بيروح المدرسه، يعني انت عايز كل يوم 32 مليون لقمه، سواء كانت فينو صغير من اللي ما بيتفتحش ده او رغيف من ابو شالن، 32 مليون عشان ياخد لقمة جبنة ولقمة حلاوة.
32 مليون الصبح يقوم هذا الشعب اطفاله بس يتغرغروا بالرقم ده. ده لو حد ده لو كل واحد بياكل سندوتشين يعني. وانت عارفين بتاع الصغير ده ما يعني لا يحوق ولا يدوق. ما قلتلكش بقى الدور بياكلوا بكام؟ خير وبرق يعني صحتين على قلبكم يعني كلوا وانبسطوا. ما هو انت مش هتاكلوا لازم تاكل، مش حدش هيدي عليك الا الرغيفه. فالنهارده انا بقول لحضراتكم احنا سياسيا واقتصاديا بنشوف نقله، بنشوف حد بيكلمك بشكل واضح جدا هو ده الطريق، هي دي الطريقه، هو ده اللي احنا هنعمله. في حادثتين لما هنشوف كلمه الرئيس اللي هي من 10 دقائق لسه خالص. حاجتين الرئيس لم يتحدث عنهم من قبل، 11-11 حضراتكم عارفين موضوع 11-11 ده وهنتكلم فيه يعني باستفاضه بعد ما نسمع كلمه الرئيس، وبأول مره بيقول رايه في الاصلاح الاقتصادي. ايه شايفه ازاي؟ ماشي ايه؟ بيقول للناس ايه؟ نحن لم نسمع هذا الكلام. كان دائما حتى في المقابلات بتاعت سياده الرئيس، يمكن شفنا في المقابله بتاع البرتغال لمسه كده في احد المؤتمرات الصحفيه لمسه كده انه الشعب عمل اصلاح اقتصادي وان مصر، ويمكن الحوار ده كان موجها اكثر الى المستثمرين. انما في حاجه كمان النهارده في المسؤولين وهم بيتكلموا، بكلمكم بجد، والحاجه يعني الحاجه قدامكم يعني تقدر ترجع تاني وتبص. في حاله ثقه جيده جدا من الناس وهي بتتكلم، الناس عندها احساس ان احنا هنتقدم، هنتحرك، بلد هتتحرك. يعني دلوقتي في خبر جاي، احنا لاول مره في تقرير الامم المتحده بره العشر دول الاوائل في الفساد لاول مره. دايما عندنا مركز من العشرة الاوائل في الفساد دايما. السنة دي الفساد عندنا ظهر قل حاجة بسيطة، او يا عيني الناس مش لاقي حاجة تفسد فيها فبقينا بره العشرة دول الفاسدة. في شيء في حاجة بتحصل. طبعا زي ما قال رئيس وزراء الدواء مر وعلقم، علقم والله علقم على رأي ام كلثوم، علقم والله علقم. عن الاصلاح سالوني علقم والله علقم. هو لازم يبقى علقم عشان اجيال اللي تيجي بعدنا، ما احنا مش عايشين لنفسنا. لسه سامع حد من كام يوم يقول لك ايه واجيال ايه وبتاع ايه، انا عايز اكل. لا احنا بنعيش عشان عيالنا عشان احفادنا. ما خلاص احنا رحنا في 60 ده، احنا خدنا الوباء، احنا شفنا اسود ايام في تواريخ مصر الاقتصاديه، خلاص احنا خدنا ده. العيال بقى الواد يجي يبقى مستقبله احسن، يلقى شغلانه يشتغلها، حفيدك يجي خلاص احنا انسان، احنا شفنا لنا جايز يومين حلوين زمان قوي، ايام الرئيس الخالد محمد انور السادات او ايام زي ما انت تحب بقى اذا كنت. بس انا رايي انه في الثلاثين سنه اللي فاتوا عمر ما مصر تقدمت اقتصاديا عمرها، واتحدى اي حد يقول لي ان احنا كنا كويسين اقتصاديا. كل الدول اللي ابتدت معانا احسن مننا دلوقتي، اي دوله عشان ما نكذبش على بعض. عمرنا كل الدول اللي ابتدت معانا، كوريا ابتدت معانا، الارجنتين ابتدت معانا، البرازيل ابتدت معانا، المانيا كانت وضعها اسوأ مننا، ماليزيا اسوأ مننا، اندونيسيا اسوأ مننا، تركيا اسوأ مننا، كلهم سبقونا، واحنا اللي كفينا على خلقتنا على وشنا. ان الاوان بقى النهارده رئيس وزراء هو بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول طب ما احنا ممكن، وهو ما كانش عايز يقولها كده يعني، يقصد وهو رئيس وزراء ده بصراحه بيقول الكلام كده زي الفل يعني. ده زبون لما تيجي تعمل انترفيو، نفسي مره مش عايز اعمل معاه انترفيو، بس ده من الزباين اللي تجيبه في انترفيو تساله السؤال فيقول لك يعني لا يلف ولا يدور، يرد كده زبون هايل في الانترفيوهات. يعني احنا في الاعلام نشوفه حاجه يعني لقطه، قال لك ممكن نشتري سنتين، يقصد ايه نشتري سنتين؟ يعني ناجل موضوع الاصلاح الاقتصادي ده سنتين لغايه اما يجي يمشي، او الرئيس يمشي في ولايته الاولى او في ولايته الثانيه، ويسكن يسكن بنادول بنادول سياسه البنادول، ويمشي بقى حضرتك ابو اللي بعده. عارفين زي لعبه الشايب كده، كل واحد ينقل الشايب للتاني، اللي هو الفساد الاقتصادي والانهيار الاقتصادي ده الشايب، لغايه اما هيقع في ايد واحد والبلد تقع على دماغه زي ما حصل مع مبارك. كل شويه كده الناس تروح زهقانه، فالناس دلوقتي صبرانه. والرئيس النهارده هتسمعه في الكلمه دلوقتي قال انا كنت واثق،
وطبعا لأول مرة يقول الجملة وقالها دلوقتي هو مستريح. عمري ما شكيت في 11-11، قالها النهاردة، قال لك عمري ما شكيت في 11-11، وقال النهاردة لأول مرة سر. طب ليه أنا أقول هو قال إيه؟ ما نسمع هو قال إيه؟ هو تعليقه: جلسة الإصلاح الاقتصادي زي ما بقول لحضراتكم النهاردة جلستين هامتين جدا. العظيم في المؤتمر ده إنه الناس تقعد تسمع، لأنه زي ما هو كان موجه كلامه النهاردة الرئيس وزير مالية قال له بس يا دكتور بسط للناس، هي الناس هتفهم الكلام ده. الرئيس عايزك تيجي معاه، وده كويس ان انت تبقى مع فاهم، افهم بقى وتبقى ضده او معاه، تقول لا يا ريس سياستك دي غلط، او لا يا ريس دي سياستك دي صح، بس افهم ايه اللي بيجرى. يعني النهارده هو بيقول لك انا مصاريفي كام وبدفع قد ايه وهعمل ايه والسياسه بتاعتنا ايه وسياستنا في البنزين ايه وفي المحروقات ايه، زي كلام الريس برضه يوم مولد النبي. هنشوف فيه جزء هام جدا النهارده، حاجة غريبة جدا ليه علاقة بالجهاز الإداري للدولة والناس بتفكر إزاي. خلينا نسمع كلمة الرئيس وتشوفوا النهاردة لأول مرة تعليق على الإصلاح الاقتصادي وتعليق على 11-11. عايز أقول للمواطن اللي سأل على المحروقات وإن ممكن يبقى فيه سعر زيادة أو لا، خلي بالكم إن تناول هذه المسائل بغض النظر إن ده هيحصل أو مش هيحصل، حتى الاعلام لما بيتناول المسائل دي يقول لك ان احنا في زياده او ده، انت بتعمل ازمه كبيره جدا. السؤال في حد ذاته، فانا بقول لكم الكلام ده عشان تكونوا عارفين، في حد ذاته في منتهى الخطوره اجابته. وده يعني انا مش هجاوب عن رئيس الوزراء في الموضوع، لكن عايز اقول لكم ان كان في تناول اعلامي لمسائل، المسائل دي كانت بتؤدي لتصاعد المشكله. الاقي في من 3-4 شهور او اكتر حد يتكلم يقول لك ايه الدولار وصل ل 10 جنيه. يا جماعه انتوا معانا مع مصر ولا ضدها؟ انتوا مع مصر ولا ضدها؟ فانا مش بتكلم على اللي بيسال، لا انا بتكلم على احنا بنتكلم في ايه. انا عامل المؤتمر ده عشان استخدمه كمنصه أوصل صوتي وصوت المسؤولين لشباب مصر وللشعب المصري، لأن حضرتك قلت إن في إشكالية في إن الإرادة الشعبية تتصاعد من خلال إيه؟ من خلال الحوار المجتمعي ومن خلال إن هم يعرفوا. فأنا لما اتعمل المؤتمر في شرم الشيخ الثلاث أيام ولقيت رد الفعل بتاعه كده، قلت فرصة إن أنا ما بسيبش المؤتمر ده تاني كمنصة حوار للتواصل مع بين المسؤولين وبين الرأي العام. وكان كلامي للدكتور عمرو، واحنا هو الموضوع المحاكاة ده معارضه علي، قلت له انا يهمني اقول للناس ايه يا دكتور عمرو اللي زعل دلوقتي وقال لك راجل راح داخل فيا وانا لا طبعا انتوا اخواتي كلكم لا طبعا يعني. لكن انا بقول احنا يا جماعة بنتناول مسائل تمس الامن القومي المصري بشكل غير مسبوق في اعلامنا، على جرايد، على في التلفزيون وفي الراديو، وبعدين تقولوا ايه اللي بيخلي يبقى في اشكاليات في البلد؟ احنا قاعدين هنا بنتكلم عشان نعيد ضبط مواقفنا ونعيد ضبط تصرفاتنا وتصريحاتنا، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش؟ ده ملوش علاقه بالشفافيه او تداول المعلومات. أنا لما أقول لك النهارده إن مثلا في حاجة في الوقود، رد الفعل إيه؟ ده يوم ال طيب بقى أنا رئيس الوزراء لما جه على موضوع المحروقات قلت له لو سمحتم يعني أنت هتزود الوقود، قلت له زود على طول، قال لي بس خليها الساعة 12 يوم الخميس. مش كده؟ قلت له طيب. بصيت لقيت قبليها باربع ساعات الطوابير على محطات الوقود في كل حته. فرحت مكلمه قلت له يا دكتور يا معالي رئيس الوزاره انا مش قلت لك خلينا نطلع القرار مره واحده عشان ما يحصلش. شوفوا عايز اقول لكم على حاجه، الكلام اللي عندي كتير قوي، الكلام اللي عندي لكم كتير قوي، لان انتوا عارفين لما يكون واحد عايش حكايته، انا عايش حكايه مصر من 30-40 سنة فاتوا.
الحكاية كبيرة قوي، الحكاية اللي احنا فيها كبيرة، فلازم نخلي بالنا. ارجع بس للمهندس شريف، قلت له النهاردة الناس هتخش على محطات الوقود، طب ده امر خطير. ايوه طبعا خطير. اولا ممكن يبقى فيه فساد كتير، حجم الوقود اللي هيتم حجبه بعد الناس ما عرفت ويخش يحطه على السعر الجديد، لان احنا بنراجع يدوي. بنراجع ايه؟ بنراجع حجم الوقود اللي موجود في محطات الوقود يدوي، لان احنا ما عندناش منظومة متقدمة تسيطر على الوقود اللي موجود في محطات مصر، ويبقى في مركز معلومات في وزارة البترول يقول كل محطة فيها ايه دلوقتي، ودخلها ايه دلوقتي، وتسحب منها ايه دلوقتي. الدول المتقدمة حيدت العمل البشري عشان الشاب اللي بيقول اجهزة الرقابية. ما لم تستطيع انك انت تقول للبشر، الموضوع مش ضمير بس، وإلا يبقى انت بتراهن على حاجة صعب تحقيقها. انك انت تقول ايه، هخاطب وجدان الناس وضميرها وبالتالي الناس هتبقى كويسة. لا يا فندم، الدول المتقدمة حيدت البشر، عملت منظومات، المنظومات دي ما خلتش البشر ليه دخل في الموضوع، وبالتالي قدرت كل مظاهر الفساد المختلفة اللي ممكن حضرتك تشوفها بتتحيد. احنا يعني ان كان لي ان انا اسمح استاذن حضرتك ان انا اعقب، انا انتوا فاكرين لما الناس اتحركت في 25 يناير ده معناه ايه؟ دولة زي مصر بحضارتها اللي النهارده مش 90 مليون ده 92، عشان تتحرك وتعمل اللي عملته ده معناها ان الدولة بأجهزتها بمؤسساتها ما بقتش قادرة، والناس قالت نغير بقى. بس واحنا بنغير ده، وقلت لكم كسبتوا وحققتوا التغيير اللي انتوا عايزينه، واللي بيكلمكم ما يقدرش يقعد في مكانه يوم زيادة، ما يقدرش يقعد في مكانه يوم زيادة عن طبقا للدستور والقانون، يمشي ويجي حد تاني. شوف انا بقولها ازاي، ما كانش حد يقدر يقول الكلمة دي ابدا ولا يفكر فيها. فمعنى ان ده حصل، خلي بالكم اللي هقوله وهو صعب. طب انا بقوله على الهوى ليه كده؟ بقوله على الهوى لان انا كل خوفي عليكم انتم على المصريين، لان لما حصل الكلام ده حجم التداعيات وحجم التحدي اللي نتج عن الاجراء ده فوق تصوركم. وانا ما بحبش اقول الكلام يخوف، حجم التداعيات اللي بيتكلم قدام مني سواء هنا ولا هنا بيتكلم واكن الواقع طبيعي. لا يا فندم، اللي حصل في مصر مش طبيعي ونتائجه مش طبيعيه، وعشان انت تتجاوزها هياخد وقت منك وجهد. لا، فانا كل خوفي مش الاجراء. كل الكلام اللي اتقال زي ما قال زميلي احمد كوجاك لما قال الكلام ده، احنا كنا بندرسه من التسعينات وانا كنت قلت الكلام ده قبل كده، كل الكلام اللي ممكن يتقال من جانب، عشان كده لما الدكتور عمرو بيتكلم الكلام ده كلنا يعني كل المتخصصين يعرفوه، لكن ازاي تشكل بيه وعي حقيقي للمصريين يبقى ده عبارة عن حجم ممنعة يمنع اي حد يضحك عليهم يحركهم يكملوا هدم بلدهم. هو ده اللي يهمني انا، كل هم ان يعني احضنكم كده، احضنكم يا مصريين كده، تفضلوا تخافوا عليها كده. كل الناس كانت متصورة ان في شهر 11 خلاص اتعملت الاجراءات على مدى اكتر من سنة عشان الأزمة تتزايد يوم بعد يوم، العبث بالدولار وسعره، ضرب السياحة ومواردها، النتائج بتاعت ان احنا كمصريين الناس كلها نتيجة الكام سنة دول اللي كان فاتح مصنع وشغال، لما حالة الثورة اللي بقت حكمانة يا مصريين، بقت الناس تقول لك لا طب المصنع ده اقفله واستورد من بره واكسب، وتحولت على زي ما الدكتورة هالة قالت من 18 ل 80. طب ال 60 دول هنجيبهم منين؟
الكلام ده كان فيه منتجات بتطلع، وكان لو استمر الموضوع النمو انتاجنا كان ممكن الفجوه دي تبقى اقل من كده بكتير. ما حصلش. نفس الكلام التعدي على الارض الزراعيه، بنتكلم في 50,000 فدان، وكتير من الناس زي ما قلت كده راحوا باعين حاجتهم وبنوا على اراضيهم وتخلصوا بجزء من الثروه الحيوانيه المتواضعه. طب ما كل ده تداعيات محصلتها اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. لما نيجي نتكلم في 1.5 مليون فدان يقول لك انت عايز تعمل 1.5 مليون فدان ليه؟ طب اعمل ايه يا دكتوره هاله؟ اعمل زراعه ولا ما اعملش؟ عايزين زراعه. خلي بالكم بس. اعمل زراعه ولا ما اعملش؟ تلاقي الناس اللي بتتصدى للموضوع يعني يبلبل الناس ويخوفها وفي كلام اقدر اقوله وفي كلام ما اقدرش اقوله. في كلام اقدر اقوله وفي كلام ما اقدرش اقوله. اسمعوا اللي بقولكم عليه. اكتر حاجة تقلقني لا بره ولا جوه بخاف على تماسك كنتم. بخاف على تماسك الشعب المصري. قال ايه في اكبر خطر؟ قال ايه؟ مش قال وحدة الامة؟ مش كده؟ شوفوا الناس فاهمين يعني ايه تحدي ويعني ايه مخاطر. فقالوا وحدة الامة، وانا عمري ما خفت على مصر غير انها وحدتها وثباتها. كان انا بعدت عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، لكن عايز اقول لكم ان كان زمايلي اللي موجودين قدامكم دول قاعدين مش مصدقين ان احنا هناخد القرار ده، قرار اللي هو اللي احنا خدناه الصعب ده، وكلهم قالوا طب خليها بعد 11 عشان تعرفوا ان انا عارف المصريين كويس. صحيح والله العظيم وانا بحلف بالله ما كان عندي ادنى شك برد الفعل اللي انتوا شفتوه يوم 11. ده شعب عظيم جدا بسيط، ويمكن يكون ظروفه صعبة، لكن شعب. بقول لكم انا اقسمت بالله انا ما كان عندي اي شك ان الناس هتتحرك وتقول الغلا اللي انت بتعمله ده واللي بتعمله ليه. فما كانش عندي الشك ده، رغم ان زمايلي اللي موجودين كانوا متحسبين، وده طبيعي. ارجع تاني، لما يحصل تداعي الدولة وتتحرك في التسعينات، اسف 90 مليون او العدد اللي كان موجود ساعتها اقل من كده بشويه، عشان يغير، ده معناه ان احنا تراجع ادائنا في كل حاجه، مؤسساتنا بقت متواضعه الاداء، وبالتالي خلاص بقى. طب لما هو يعني بأمرت ايه؟ تبقى انت عايز اداء متميز في اي قطاع من القطاعات. لا مش هيبقى متميز، لكن اكتر حاجه تهمنا وتهمكم ان احنا رايحين لده، بس المدى الزمني للاصلاح في امه غير انت انها بياخد سنين طويله. وانا بقول لكم بمنتهى الصراحه الكلام دوت. انا يعني في نقطه ذكرتها برضو زمايلي اللي موجودين قدامنا وقالوا موضوع النمو السكاني، وانا الحقيقه كنت حريص ان انا امسه دايما في كل كلامي خلال السنتين ونص اللي فاتوا بلطف. واسمحوا لي اقول لكم ان انا لما كنت بتكلم مع الضيوف اللي بيجوا فكانوا بيقولوا دايما ان احنا عندنا مشكله ديموغرافيه، والديموغرافيه يعني يقصدوا بها السكان، ان احنا عدد السكان عندنا قليل وبيتراجع. فبقول لهم طب انتوا ما تعملوا حوافز عشان تخلي السكان الناس تزيد عدد مواليدها. قالوا الثقافه مش ممكن، اصل هم ما بيقدروش يخلفوا حد الا اذا كان يضمنوا رعايه كامله ليه. انا بتكلم على ثقافه المواطن. طب النهارده
يا ترى عندنا هنا لما نجيب العدد ده، هل وانت بتاخد قرارك في انك تزود اولادك وربنا يخلي ويبارك للكل، انت عارف انك انت هتقدر ترعاهم ولا هتطلب من الدولة ترعاهم؟ لو هتطلب من الدولة ترعاهم يبقى انت بتظلمه، مش لان الدولة مش عايزة ترعاهم، لا، لان ده دورك انت. ما تنجب على قد قدرتك على الانفاق وعلى الرعاية، ده ما حصلش. انا عايز اقول لكم على حاجة، اتكلموا على الدعم زمايلي هم موجودين. طب انا هقول لكم ان الدعم حتى لو احنا ما مسناهوش بيزيد. طب بيزيد ليه؟ هو انا النهاردة لما احط على بطاقات التموين 2.5 مليون مواطن زيادة كل سنة، مش هديهم دعم في بطاقة التموين؟ طيب انا لما بيخش لي 100,000 سيارة، 100,000 سيارة، وانا عامل دعم الوقود على مثلا 5-6 مليون عربية، يخش 100,000 عربية، 100,000 عربية دول بياخدوا دعم وقود اخر، يبقى في 3-4 سنين اللي انا ظبطته خفضته من دعم زاد تاني. في كلام كتير نقوله لكم، انما اللي لازم تعرفوه ان احنا بدأنا مسار اصلاح، وبنتمنى من الله ان يوفقنا ان هو ينجح ويجيب النتيجة. احنا خدنا بالاسباب كلها، بس اهم سبب عندي هو انتو المصريين، لان انا ما عنديش اي تحدي غير الشعب المصري. تمام، هو متماسك وقوي. والله انا ببرمش من حد بره ولا جوه، ببرمش بس. زي ما شفتوا كلمة الرئيس، وطبعا الآن بيعود المؤتمر مرة أخرى للانعقاد، والرئيس بيعلق على وزير البترول. هنسمع. ومستعدين نتحمل تبعاته، لكن مش مستعدين نتحمل تبعات عدم تحصيل قيمة الخدمة الحقيقية من الوزارة ديت، وبالتالي الرقم بقى رقم ضخم جدا عند حضرتك، مش كده ولا ايه؟ لازم الناس تعرف، لازم الناس تعرف الحقيقة. عشان ايه؟ عشان يبقى عارف النهاردة ان انا لو انا كمواطن ما دفعتش حق الكهرباء بتاعتي المدعمة، الرقم ده بيبقى رقم كبير جدا بالنسبة لتسعين مليون، بيتعدى بالمليارات. هو كمان ما بيدفع لكش الفلوس، تقوم انت تستلف من البنوك، تقوم تتحمل نتيجة سلفك من البنوك فوائد للموضوع. وده امر اللي انا بقوله ده غير عجز الموازنة، مش كده يا فندم؟ تمام يا فندم. يبقى من فضل حضرتك لما نيجي نتكلم مع الناس ونحكي لهم الحكايه، نقول الموضوع بحجم تبعاته، والا ما تجيش تشتكي لي وتقول لي يا فندم انا بكلم بجد، ما تجيش تقول انا معيش فلوس. طيب هل ده مأثر على تحديث البنية الأساسية، سواء فيما يتعلق بالمواد المعلوماتية أو وسائل المسح والبحث والتنقيب والاستكشاف عن البترول، معامل التكرير، الآليات أو التولز أو الحاجات اللي بتقدر تمكنني أنا كعامل في قطاع البترول إن أنا أطلع أفضل منتج موجود؟ هل زي ما انتم شايفين الجلسة رجعت تاني على الهواء، التحديات التي تواجه مصر منها موضوع الوقود، ولكن انتوا بتشوفوا المطبخ الخلفي للإدارة المصرية، يعني بتشوف الرئيس ويتحدث مع وزرائه بيقول له لو سمحت قول للناس انه اللي ما بيدفعش فلوس الكهرباء، اللي ما بيدفعش فلوس النور كل شهر لما بيتأخر الكهرباء بتدين، وده غير عجز الموازنة. بيبقى هو في نوع من انواع التدريس والتوضيح، ان انت تفهم الكلام، تفهم البلد ماشية ازاي. يبدو أن في نهاية هذا اليوم ممكن يكون للرئيس زي خطاب شامل ممكن نسمعه، أظن كده يعني ممكن يبقى ده الوضع، لأنه كل ده ممكن في النهاية الرئيس يحب يجمل هذا الكلام في نقاط معينة. ولكن اللي أنا بقول لحضراتكم إيه، أنه النهاردة سواء كانت الجلسة بتاع التعليم الصبح أو الجلسة اللي شغالة قبل كده شفناها كلام فيها الرئيس، وفي الجلسة اللي شغالة على الهواء، هو يوم ماراثوني، يعني يوم طويل جدا، هم مبتدين من 8-9 الصبح. بصراحة أنا كنت مدعو للجلسة بتاعت الصبح دي بس ما قدرتش أروح 8 الصبح، يعني
ربنا بقى يعني يصبر الشباب اللي بيقدروا يعملوا الحاجات دي. انما في النهاية زي ما عاكم شايفين الدولة كلها موجودة، كل المسؤولين موجودين، كل الوزراء موجودين، الكل يحاول ان يقول للشعب ما هي الحكاية. وعلى فكرة دي مش منا ولا منح، يعني اللي معمول ده ليس منا ولا منح، ولكنه ضرورة ان الناس تفهم. انا عايز افهم انت سايق مركب او عربية واخدني موديني فين، ماشية ازاي، ماشيين كويس، ماشيين وحش، ايه العقبات، هنقف في انهي اشارات، العربية فيها بنزين ولا ما فيهاش، كل هذه الاشياء هامة. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا احنا عندنا وزارة قلما تظهر في الاعلام، يعني قلما تظهر في مقابلات او وعندما يكون اللي بيقود الحوار رئيس الجمهورية، فلما هيتسأل سؤال هيترد عليه بشكل واضح. يعني في مصر عندنا كده الإجابة تكون بشكل واضح. وانت شايفين الرئيس بتاعنا مؤدب جدا، يعني اعتذار رقيق للسيد وزير المالية، قال يعني اذا كان شايف ان انا يعني كنت عنيف معاه او كده، انا ما اقصدش، يعني الرئيس دائما بيحب ان هو يوجه الكلام، ولكن هو يريد الناس ان تفهم. احنا عايزين نفهم فعلا. انا شخصيا كراجل بشتغل في الاعلام بفهم، انا النهاردة بفهم الحكاية كمواطن وكاعلامي، عشان بعد كده لما اجي انقل لك الحكاية اقول لك البلد دي بتفكر ازاي او الحكومة بتفكر ازاي، afterwards يعني هي طبقا لنا بعد كده، الكلام ده احنا نشتريه ولا ما نشتريهوش، الكلام ده يعجبنا ولا ما يعجبناش، الخطة الاقتصادية دي كويسة ولا وحشة. يعني السؤال اللي سأل السيد رئيس الوزراء عن المشروعات القومية، يا سيد رئيس الوزراء ايه حكاية المشروعات القومية؟ فقال لك يعني كنا نعمل ما نعملش كهرباء، ما نزرعش، ما نفتحش اسكان اجتماعي، ما نعملش مش عارف ايه، ما بيرد، لان هو ده السؤال اللي في دماغ الناس. الرئيس لما اتكلم على 1.5 مليون فدان يقول لهم انتوا عايزين زراعه ولا مش عايزين زراعه؟ بس بمناسبه الزراعه بقى، لانه انا ليا حق عرب عندكم، وبالاثبات وبالحكايه، النهارده بورصه الدواجن زايده من 3 جنيه ل 6 جنيه ويوم ما طلعت قلت لهم هتزودوا الاسعار قالوا لي ابدا، في رقبتي فرخه ب 16 جنيه و 17 جنيه لا يمكن تزيد. اسبوع لما سلمنا رقبتنا ليهم راح مزودين الاسعار، وانا ليه حق عندكم كلكم، كل الناس اللي عجبتني. ده اللي كان بيتكلم فيه النهارده الرئيس، وده اللي كان بيتكلم فيه النهارده الاجتماع. بصوا انا سيبكم الاخبار، انا بدخل على بورصة الدواجن، يوم ما دخل كل المسؤولين معانا هنا كانوا بيتكلموا على 16 و17 تسليم المزرعة، النهاردة تسليم المزرعة 20 و21، يعني في الاخر يبقى 28 و29، يعني الفراخ زادت من 3 جنيه ل 6 جنيه في اسبوع واحد، علشان احنا سلمنا رقبتنا وقلنا الصناعة الوطنية وفراخنا وصناعة يعمل فيها 90 مليون مصري ومش عارف. طب ذبحونا اهو زي الفراخ، ايه الوضع دلوقتي؟ ايه الوضع؟ ما هو ده حرام برضو. ما هو الرئيس بيتكلم على الكلام ده النهارده، يقول لك انا اجي اظبط دعم وبتاع يجي الناس تزيد 2.5 مليون، يعني كل شهر في 200,000 بيزيدوا عايزين دعم زياده وداخلين البطايق. طب هيحسن وضع اقتصادي ازاي؟ وعلى الناحية التانية كمان افترى بقى، مش انت سمعت الكلام ورفعت ورجعت الـ الجمارك على الفراخ المجمدة والمستوردة؟ اشرب بقى، انا ليه حق عندكم، لان يوميها عمرو اديب يهاجم الصناعة الوطنية، عمرو عايز يقعد. طيب والكلام ده مين مسؤول عنه؟ انا عمرو اديب يوميها كان يهمني المواطن، لا انا عندي شركة فراخ ولا انا بستورد فراخ ولا باكل فراخ. انما النهارده في البورصه اكتب كده بورصه الدواجن سعر عندهم هم ب 20 جنيه. كان يوميها واحنا بنتكلم يا استاذ عمرو الفرخه ب 17 على راس المزرعه. ما كملوش اسبوع عشان الحكومه ادتهم الامان 20 وبكره 23 و24 و25 و26، وشوفوا النهارده الاخبار كلها نازله بتتكلم على الفرخه 26 و27 عشان اديناهم رقبتنا. ادي المزارعين الغلابه، عشان اقول لكم هم 4-5 شركات في مصر هم اللي مسيطرين على السوق، يقول لي والراجل الغلبان اللي بيربي 10 فرخات تحت السرير
هو ده اللي كان مسيطر على السوق، هو ده اللي رفع السعر. انا بس بقول لكم، ويوميها حضراتكم اللي بيتفرج، والحمد لله في ناس بتتفرج كتير، ويا ريت نجيب المكالمه، ده اللي بيتكلم عنه الرئيس نارد. حرام اللي بتعمله في الناس. انت عايز تقول لي ان الفرخه زادت 6 جنيه في 5 ايام؟ جرى ايه؟ بتاكلوها دب؟ ده انت اللي قلت. لا، دي الفراخ تنزل المستورده بنص السعر. ده حرام. الرحمه فوق العدل. يعني النهارده الرئيس بيتكلم على الصناعه الوطنيه والحفاظ وتقليل التصدير، بس عشان انا بحافظ على صناعه وطنيه تستفردوا بالناس؟ تستفردوا بالناس؟ قال لك مافيا الاستيراد، طب ومافيا المحلي اخبارها ايه؟ انت عارف هيخش يقولوا ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل ايه؟ ما قالوش الكلام ده وقتها. حضراتكم فاكرين يوميها قال نتعهد ان سعر الفرخه لن يزيد. قلت لهم يا جماعه ده احنا ده انا كنت بتكلم ايه كمان شهر؟ مش كمان اربع ايام. ده القرار ما ربعنش، ده ما بقالناش اربع ايام. اول ما عرفوا واطمنوا ارفع يلا. ارفع، ما هو مفيش غيرنا. اجتمعوا الاربعة بالليل او الخمسة بالليل. احنا رحنا ظبطنا رئيس الوزراء وقلنا له الصناعة الوطنية، وكل الناس قالت ايوة وتحيا مصر. ارفع بقى الاسعار ولا يهمك. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ده احنا بني ادمين. ده هي الناس النهاردة، النهاردة كيلو اللحمة العادي اللي هو بتاع الخضار بكام؟ الكندوز اللي منسر كده كله فتل بكام؟ الناس بتقدرش على اللحمة. خلاص اللحمة دي بقت بعيدة عن المنال، بقت اختراع. هي الفرخة اللي فيها الأمل. شوية بروتين للعيال، صدر فرخة، ورك فرخة، الأم اللي بتاكل الرقبة ولا الجناح. كيلو كبد الفراخ النهاردة وصل كام؟ كبدة فراخ، مش كبدة بتلو يعني. صدور بكام؟ وراك بكام؟ خش على، لو سمحت خش على بورصة الدواجن. مش أنا، أنتوا عارفين أنا شغلي معاكو لطيف، أنا عمرو بتاع الورق والأرقام الحقيقية، يعني ما بشتغلش على حد قال لي ولا أنا سمعت ولا أصل في مواطن غيور النهار، لا خالص. أنا النهاردة قلت يا واد إيه؟ ما تبص على بورصة الدواجن بتاعتهم، وكأن ربنا قلبي حاسس، قلب الأم أنتوا عارفين. خش على بورصة الدواجن. 19 و20 ده تسليم باب المزرعة اللي كان يوميا يوم ما كانوا بيصوتوا، أنا بشاهدكم بس، كان ب17. وقال لك إحنا يا فندم بنبيع، وما كانش ب17 كمان، كان ب16. وقال لك إيه؟ ده الكتكوت بقينا بنبيعه بجنيه ونص، ده إحنا بنموت. كانوا بيموتوا. طيب جت البلد قالت لا، جه الرئيس قال لهم لا. وعلى فكرة اللي لغى القرار ده هو الرئيس، قال لهم الصناعة الوطنية، الناس اللي بتشتغل في الصناعة، فراخ المصري، اقف جنب مزارع بتاعي. فرح جاي رئيس الوزراء، ويا عيني شكله بقى يعني مطلع قرار من يومين ورجع فيها بعد يومين وبلعه. ما رئيس الوزراء ده موجود عشان يبلع وبلعه. فجوم النهارده بص بقى، طب وبكره وبعد، ده احنا لسه ما دخلناش في الشتاء، ده لسه الدنيا يعني شمس حلوه لطيفه كده. قلت لهم هتيجي الامراض وهتيجي مش عارف ايه، قالوا لي لا 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 احنا ملتزمين على راس المزرعه 16 17 بالكتير، النهارده ب 17، النهارده ب 20 على راس المزرعه. ده السعر بتاع بورصه الدواجن. طبعا عندهم هو اغلى، وطبعا على ما توصل لك مدبوحه، لان كل الناس هيقول لك ايه؟ وذوق المواطن المصري انه بيحب حبيبي انا ما لقوش العشاء يتعشوه جابوا عبده يهزقوه. احنا عايزين فرخه ولا عايزينها تجري؟ يعني البني ادم اللي مش لاقي الفرخه ده مش هيقعد بقى ينقي واصل شربتها زي الشهد، ده مفيش لا شهد ولا عنبر ولا اي حاجه من كلام. انا بس بوريكم مثال ان السوق بيتعب فيه. طول ما السوق فيه اربعه خمسه محتكرين عمر ما الحال هيتعدل، عمره ما يتعدل.
هتيجي ترد عليا تقول لي ما هو فرنسا لا هو فرنسا وانجلترا في منتج واحد 50 60 منتج عشان كده في منافسه ما يستوردش يستورد ليه انت لو لعبت مستر بومبيدو مستر دي سي سيسون مستر جاكلين مدام بومبيدو مدام جاكلين ما كل دول منتجي دواجن بيتنافسوا مع بعض انما احنا عندنا 4 5 بالاسم عندهم 60 70% من السوق فهي قاعدة بالليل مساء الخير يا مومبي ايه لا خلاص بقى ناس طيبين وخالت عليهم انا النهاردة بشاهدكم بعد ما حصل مش قبل ما يحصل ويوميها سألته قلت له حضرتك الوضع ده قال لي ابدا وحضراتكم كلكم كنتوا شاهدين قال لي ابدا يلا بقى شوفوا هنعمل ايه شوفوا هنتصرف ازاي ومش بس 20 انا بقول لك بعد يومين 3 23 24 و25 تبقى بره وهي مذبوحه ب 30 و32 و35 وبعدين هيرد عليك يقول لك ايه يقول لك هو كيلو اللحمه بكام طب انت بتذلني هي اللحمه دي هي البقره قد الفرخه دي الفراخ دي بالملايين البقر ده يعني حاجه محدوده يعني في كل العالم الفرخه ارخص من البقره كل العالم الفراخ ارخص من يعني انتوا ليه بتكلمونا بديهيه السمك ده احنا نسيناه النهارده الرئيس كان بيتكلم على تطوير البحيرات مش تعرفوا بس الجلسات ديت بتبقى مهمه قد ايه ده السيد فاروق العقده كان محافظ بنك مركزي النهارده بيقول لهم بيتكلموا على التطوير فالرئيس بيقول ان تطوير البحيره الواحده محتاج جهاز المركزي الشاشه بعيده جهاز مركزي المحاسبات التعبئه والاحصاء من بعيده الاستاذ ابو بكر الجندي سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء الفكره في ايه؟ في انه نرجع تاني كل بحيره محتاجه 2 مليار جنيه عشان تتطور 2 مليار عشان تقف على رجليه طلع لك انتاج وزراعه وزراعه السمكيه او حاجه كده النهارده تيجي تقول لي يا اصل انا ما بحبش سمك المزارع ما تاكل سمك يا عم ما تاكل سمك ما عندناش لا اساطيل عندنا بحر متوسط وبحر انا كنت ببرشلونه من يومين سمك بينط من البحر نفس البحر بتاعنا بينط لك كده اشمعنى احنا عندناش غير تلوث بس تلقى البحر كده جايب لك وانديل بحر يلسعك طب والسمك ليه ما بيجيناش ليه السمك عنده استاكوزا قد كده كابوريا قد كده كل حاجه قد كده السمك الدنيس والمياس وقر شغلنا احنا يعني 111 ده والحاجات دي اشمعنى احنا سواحل بحر ابيض وبحر متوسط ونيل وبحيره ناصر وتماسيح ومفيش سمكيه في السوق الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه دواجن اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا صاحبي ازي حضرتك ازي حضرتك يا فندم عامل ايه ربنا يبارك في عمرك الحمد لله والله اخبار الاسعار ايه النهارده الاسعار النهارده 19 جنيه في المزرعه ايوه 21 22 جنيه بالنسبه للمحلات بالنسبه مكياسه معباه 26 جنيه طب وكانت من اسبوع بكام 17 وايه اللي علاها احنا لما قعدنا استاذ عمرو احنا اتكلمنا قلنا ان احنا بقالنا شهر ونص مستلزمات الانتاج ارتفعت في ظل ان سعر طن الذره كان 150 دولار كنت بتجيبه 8 بالنسبه للدولار 8 88 الدولار وصل 18 جنيه يا دكتور عبد العزيز دكتور عبد العزيز اتفضل يوم ما حصلت الازمه انا سالتكم كلكم هتزودوا الاسعار قلتوا لي لا يا فندم قلتوا لي ده احنا بنبيعها على راس المزرعه ب 16 17 ولن تزيد حصل ايه اللي ده انتوا ما كملتوش اسبوع يا دكتور يا عمرو بيه مش القضيه كده بعد اذن حضرتك فضل. انا النهارده قول لي ايه ما ارتفعش قول لي ايه اول امبارح كان بكام ما اتخلفش انا تحت امرك الدواجن لا بس بعد اذن حضرتك عشان نوصل المعلومه صح بعد اذن معاليك بص يا فندم سعادتك النهارده مدخلات السكر 75% مصري مدخلات انتاج صناعه الدواجن 85% اجنبي النهارده الاسعار ارتفعت قد ايه كل الكلام ده خلي بال حضرتك انا ما بحبش اليات العرض والطلب يا عمرو بيه الو انا سامعك ما بحبش اليات العرض والطلب انا بحب التكلفه الفعليه للمنتج
مع هامش ربحي بسيط عشان يستمر المنتج في انتاجه. ما بحبهاش، وبقال يمكن 7-8 سنين ما بحبش اليات العرض والطلب، لان اليات العرض والطلب ممكن انا اكون مش كويس، احجب السلعه، اعمل شحيه، ارفع السعر. ده عشان كده ما بحبهاش، وبقول ان لابد ان يتم وضع اليات جديده على يا دكتور احنا التغريفه الفعليه للمنتج. يا دكتور نعم، الاسبوع اللي فات كان برضه نعم. الجنيه متعوم وما زودتوش الفراخ. لا ما بقى لها شهر ونص، مش هقول لك لا، بقى لها شهر ونص ما ارتفعتش. طب اشمعنى دلوقتي يا فندم؟ انا بقولت له بص برضه كل القصه اللي كل الناس كلها بتتحدث عن موضوع، يعني انتوا لما شلتوا خلاص بتاع التعريفه الجمركيه غليتوا السعر؟ مش ممكن، استحاله. القضيه يا فندم الأساسية. كلكم تعهدتوا قدام الناس ان انتوا مش طيب. هتزودوا الاسعار طيب. حصل ولا لا؟ ماشي يا فندم. الاتحاد بقى عمل بروتوكول مع الشركه القابضه امام السيد رئيس مجلس الوزراء بتوصيل 20,000 طن ب 20 جنيه. هل الاتحاد هيدفعهم من جيبه؟ مش من جيبه يا فندم، من جيب حضرتك كمربي وانا وده وده وده، عشان يدعم الايه؟ الشركه القابضه للسلعات الغذائيه او عشان المواطن الفقير. لكن النهارده يا فندم وقتها انتوا قلتوا ان انتوا مستعدين توصلوا للشعب الفرخه ب 16 و17 جنيه من خلال المنافذ الجمرك اللي هي الوطنيه والجمعيات. وعشان كده عمل البروتوكول اللي هو ب 20,000 طن يوصلهم وعلى فترات زي ما الشركه القابضه عايزه، ويوصل ب 20 جنيه باع مذبوحه مكيسه معباه، في ظل ان تكلفه الانتاج 26 جنيه، في 6 جنيه تدعيم للمواطن. ليه الكلام ده ما ظهرش غير دلوقتي؟ وقت ما كانت الازمه موجوده كنت بتكتب يا بيدك كتب الكلام ده واتعمل بروتوكول امام رئيس الوزراء، الكلام ده اتعمل خلاص خالص. هيبتدي يديله يورد له. هيتورد يا فندم، خلاص هيتورد. بس قول لي الاليات، عايز يورد كل قد ايه 1000 طن؟ هيورد الكلام ده، هيورد ورك ب 12 جنيه ويورد الفرخه ب 25 جنيه. هي فين الفرخه ب 20 جنيه دي يا فندم؟ هتوصل يا فندم، وحضرتك اسال رئيس الشركه القابضه موجود، وزير التموين حاضر الاجتماع، والسيد رئيس مجلس الوزراء حاضر البروتوكول اللي تم توقيعه، هيتم وصولها لمنافذ الشركات القابضه اعتبارا من اول دفعه تروح لهم. ورك 12 فرخه بكام؟ فرخه ب 20 جنيه. الفرخة العادية يا فندم، الفرخة العادية اللي هي كاملة، الفرخة الكاملة النهاردة الكيلو. غير بتاعة الجمعية النهاردة ب 27 وب 28 جنيه. 26 جنيه موجودة، وأنا موجود عندي فراخ، لو أنت عاوز أجيب لحد عندك في لا مش عايز كده كمان، ربنا يخليك. مش قصدي مش ليك أنت يا فندم، مش ليك. أنا عارف إن مش ليك أنت، أنا بقول للناس العمال اللي عاوزين. النهاردة الناس كلمت لي أنا بس بشهدك أنا بشهدك إن أنتوا قلتوا أنا بشهدك بس نعم. ان انتوا قلتوا ان انتوا مش هتزودوا الاسعار وزودتوها بس كده. لا والله يا عم ربي مش كده، مش المقصود كده. لا انا عارف قصدكم خير طبعا. والله 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 انا بس عايز حضرتك نحسبها بعقلانية. طب السؤال التاني، هتزيد تاني الاسبوع الجاي؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا 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 ونعمة بالله انا عايز اه ولا لا؟ لا لا لا, لا. كله ان شاء الله، ده احنا ممكن نموت واحنا قاعدين. الله يخليك. لسه عايز اقول لك اللي القصه، ربنا اللي يعلم. في ظل ما انا هقول لك ازاي، في ظل عدم زياده مدخلات الانتاج تثبت الاسعار، في ظل عدم العلف زاد 200 جنيه يا عمرو بيه. يا دكتور اسمحي. سؤال مباشر، الاسبوع الجاي ما انا بسالك على 2017 ولا السنه الجايه، الاسبوع الجاي الفراخ هتزيد؟ بامر الله مش هتزيد. بامر الله بامر الله. شكرا. وانا قلت لك كلمه فاسه يا عمرو بيه. لا ما انا اللي فات بقى خلاص، ما انا اتعلمت خلاص. لا ارتفاع لا لا لا, لا. بص يا عمرو بيه، المدخلات كلها قول لي المدخلات ايه، 1 2 3 4 ونحاسب على بعض الكلام. بص ده بص يا فندم، نعم. البرازيل موجوده وفرنسا موجوده والشعب تمام. موجود لو لو زودتوا الاسعار تاني يا فندم هنجيب المستورد تاني. الاستيراد موجود يا عمرو بيه، خلي بالك بس بعد اذن عليك، الاستيراد موجود مش واقف. لا بس سعره كام؟ النهارده تكلفته 32 جنيه. اه طيب ما هو غالي، نرفع عنه الجمرك تاني ونرخصه وناكل الناس فرخه ب 20 جنيه. طب ده اللي احنا عاوزوه. طب اقول لحضرتك حاجه، احنا من 2006 بنتكلم على الذره والصويا، مين سمع كلامك؟ اشمعنى جاي تحاسبني النهارده؟ انا يا فندم سالتك يوميها، يوم الازمه انتوا قررتوا تقولوا احنا هنلتزم، لما الازمه اتحلت رفعتوا الاسعار بس. مش دي مش ازمه يا عمرو بيه خالص، دي مش ازمه صدقني، والله ما هي ازمه ولا تاثر في الصناعه. امال قلبتوا الدنيا ليه يوميها؟ لا لسن المبدا العام، انت بتعضد منتج نهائي خارجي ولا بتعضد منتج محلي؟ يعني لو نزلت الفراخ تاني ب 20 جنيه انت ما عندكش مشكله.
يا رب 18 جنيه وانا موافق، وانا قلت الكلام ده في احدى الحلقات التلفزيونيه. لو الدوله قالت ان انا هجيب الفراخ دي ب 22 جنيه وانا اعترضت، من حقي ان انا ماليش لازمه ما اتكلمش خالص. الفراخ انت هتجيبها ب 22 عشان المواطن الغلبان، وانا ببيعها ب 25 اعترض ليه؟ ماشي، لكن انت هتبيعها بكذا، ده المقصود يا عمرو بيه. يعني الاسبوع الجاي الفراخ هتزيد. مين اللي قال؟ بس انا حاسس قلبي بيقول لي كده بقى، ما هو الكلام معناه كده. لا لا لا، موضوع القلب احنا ما نعرف اليات السوق ايه. هنشوف اليات، ما انا قاعد على فكره انتوا عندكم بورصه الدواجن. ما احنا كلنا في مصر نروح فين؟ انا قاعد على بورصه الدواجن بشوفها كل يوم. تمام يا فندم، شكرا. احنا سلام لي. شكرا لك. طب البني ادم مواطن يعمل ايه؟ نسمع الرئيس كمان عنده مداخله بيعلق. نشوف جزء من المؤتمر، يعني نشوف جزء من المؤتمر بيتكلموا فيه. انا عايزكم تشوفوا المؤتمر ده لانه فيه شرح لحاجات كتير. طبعا فيه شرح لل الانجاب. مين بينجب؟ الاستاذ ابو بكر الجندي، سياده اللواء ابو بكر الجندي، بيشرح الانجاب، اكثر المحافظات انجابا واكثر المراكز انجابا. نسمع. قدامنا دي بتاعه الاعداد 24000 في السنه في مركز واحد، وكل دول اللي هم حتى 20000 مولود في السنة في المراكز اللي هي قدامنا دي. اللوحة اللي بعديها المعدل. المعدل بنقول في الجمهورية 2.4، لكن عندنا ما شاء الله في مراكز وأقسام وصل 15% معدل. ده معدل نمو سكاني. هو ده لا يمكن هيبقى فيه فايدة من الاقتصاد ولا من أي حاجة تانية وإحنا بهذه المعدلات. اللوحة اللي بعديها من فضل. احنا فندم في سنة 50 كانت مواليد مصر قد مواليد ايطاليا، وفي سنة 77 بقت مواليد مصر قد ايطاليا وفرنسا. في سنة 2000 على فكرة فندم اللوحة دي انا مستعيرها من الدكتور ماجد عثمان. الدكتور ماجد عثمان كان عنده برزنتيشن وانا مستعير دي منه هو شخصيا. في سنة 2000 بقينا مصر بتساوي مواليد إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. سنة 2012 ولسه مواليدنا قد مواليد هذه القوى الاقتصادية الكبرى. فطبعا ودول عندهم موارد وبيقدروا يصرفوا على السكان. اللوحة اللي بعديها، احنا فندم جبنا التجربه بتاعت جمهوريه الصين الشعبيه وايه الحوافز الايجابيه اللي هم عملوها علشان في بدايه السبعينيات يعملوا سياسه الطفل الواحد ويعملوا كل هذه الحوافز الايجابيه للمواطنين. وكان عندهم برضه حوافز سلبيه. كان عندهم في التوقيت ده، احنا يمكن فتحوا الحكايه دلوقتي هقول لحضرتك، لكن الطفل الثاني كان لما يجي كل المزايا اللي خدوها هنا تتحصل منهم، وايضا لما يجيبوا الطفل الثالث كان بيحصل له كل هذه الاجراءات السلبيه. في السلايد الثاني، الايران وهي دوله مشابهه، ظروفها مشابهه ديموغرافيا لينا، كانت برضو ايران اثناء الثوره اثناء الحرب العراقيه الايرانيه كان بيدعو لزياده النسل. لما جه الامام الخميني دعا الى تحديد النسل، بل دعا الى تعقيم الرجال. وبعدين حاليا ايران بتدعو الى زياده النمو السكاني تاني. ده مثال قد ايه السياسه السكانيه ديناميكيه، ما هيش حاجه ثابته. اللي بعديها اندونيسيا، هي برضو في 92 عملوا قانون يا فندم، واهم شيء هنا بيرتكزوا اليه هو المباعده بين الولادات، عدم الخلفه قبل سن 18 وبعد سن 35 سن 30، وايضا المباعدة بين الولادات، ما تكونش الولادات من 3 لـ4 سنوات بين الولادات. وأنا فاكر لفضيلة الدكتور مختار جمعة قال إن ربنا بيقول في قرآنه إن الأم ترضع ابنها حولين كاملين. لما بيجي واحد قبل الميعاد ده سماه أو بياخد لبن غيلة، يعني واحد بياخد لبن من أخوه، فده ممكن تبقى دعوة في الناس بتحب الكلام في النواحي دي، يمكن يمس عندهم طرفا.
فموضوع المباعدة بين الولادات الحقيقة الفرصة دي بشكر حضرتك والفرصة اللي تحتها لي، وده أهم تحدي تواجهه مصر هو الزيادة السكانية. نخرج من القاعة كلنا وكل اللي بيسمعونا ما عندناش طرف، هي نعمة ولا نقمة؟ هي نقمة، محنة، مشكلة كبيرة في الوضع الحالي. ان شاء الله في المستقبل نعيد الايه طرح السؤال تاني لما امكانيات تتحسن ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا يا استاذ ابو بكر الجندي، شكرا لحضرتك. دكتور هلا يوسف، الحلول بقى، طيب يعني احنا وصلنا في 2014 احنا مواليدنا قد مواليد ايطاليا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا، المملكه المتحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما تعدش، والسويد كمان، يعني كاس امم اوروبا يعني ما تعدش. طيب. عشان خلينا ببركتنا. طيب. عايز الحل ايه؟ بس ارجوكي بلاش الحل اللي قاله سياده اللواء بتاع ايران في الثوره الايرانيه. لا ولا الحل بتاع الحرب العراقيه. ارجوكي شوف لنا اي حل تاني. طبعا انا بشكر سياده اللواء ابو بكر الجندي على العرض اللي قدمه وهو بيوفر عليا، انا هخش على طول بعد اذنك يا بسمه على التحديات. ف ايه التحديات اللي هتخلينا يعني نشتغل على المواضيع دي؟ بس قبل ما اتكلم عن التحديات في حاجة، ان السكان راجل وست وشباب واطفال ورجال وستات كبار في السن. الكبار اللي في السن ده تحدي لوحده وده جاي لنا في الفترة القادمة، فلازم لا نغفل هذا. لكن التحدي الاكبر العددي اللي انا عندي، العدد بتاعي كل واحد، كل اتنين متزوجين هيجيبوا اطفال، فانا عندي قاعده هتجيب لي اطفال، يعني هتجيب لي اطفال. فالتحدي عندي ان انا اقلل عدد المواليد فعلا، لانه لما هتصور، يعني انا مش هقول انا حاسباها ازاي، بس لو انا متصوره ان انا عندي كل سنه حوالي 4 مليون ست قادرين على الانجاب، يبقى انا عندي عدد مواليد لا يمكن اتعامل معاه غير بخدمات تنظيم الاسره. يعني انا النهارده في حاجتين مهمين جدا، التوعيه علشان ديناميكيه الفكر وسط المجموع السكاني، لكن في نفس الوقت انا هوعي الناس لازم تكون خدمات تنظيم الاسره موجوده بقدر يعني فائق المستوى بحيث انها تلبي الطلبات. هل تراجعت دكتوره، هل تراجعت عن الفتره اللي بدانا فيها من حوالي 20 سنه؟ طبعا تراجعت. ليه؟ لانه احنا طول عمرنا بنعتمد على برنامج تنظيم الاسره بياخد دعم اجنبي، ده العادي بتاعنا، ده احنا متعودين عليه. دلوقتي احنا ما عندناش هذا الدعم، وعندنا تحديات ماليه وانفاق على برنامج تنظيم الاسره. ففي ده مش تحدي غير قابل للتعامل معاه، لا ده ممكن نتعامل معاه، ممكن نشوف ايه وسائل تنظيم الأسرة الأرخص اللي ممكن نجيبها لمصر وتناسب المجتمع المصري. بس مش بس الموضوع موضوع وسائل، والوسائل مش بس تبقى موجودة في القطاع الحكومي، لأن احنا دلوقتي بقى كل واحد عنده حرية ان هو يروح للقطاع الخاص، يروح في أي حتة ياخد وسيلة تنظيم الأسرة. في سيدات بتروح الأجزخانات تشتري الحبوب منع الحمل وما بتلاقيهاش في الأجزخان، فهي عايزة تبقى الوسائل متوفرة في كل مكان تبقى محب. بس أهم من كده الطبيب والممرضة بيقدموا الخدمة بأي مستوى. الطبيب احنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة في تواجد الأطباء في الوحدات الصحية، ده جزء. الممرضات اللي موجودين برضو ما هماش كافيين بالنسبة لعدد السكان، وكمان عندنا دي كلها تحديات لازم نحطها قدامنا عشان نتصرف معاها. بس عندنا أمثلة للبلاد المتقدمة بتعمل ايه؟ بتخلي الممرضة هي اللي تقدم خدمة تنظيم الأسرة، مش لازم الطبيب، الطبيب مش موجود يبقى خلاص، لا، ممرضة مدربة ممكن تقدم خدمة تنظيم الأسرة لأنها أقرب للسيدة، اللي هي الرائدة الريفية اللي هي الممرضة، مش الرائدة. الممرضة دي من القطاع الطبي، الرائدة دي بتساند، فالرائدة ما عندهاش دراسة علمية، لكن الرائدة دي اجتماعية، أخصائية اجتماعية. لكن بنتكلم على الممرضة، وعندنا معهد التمريض العالي بيطلع ممرضات، وعلشان كده هنلاقي مثلا في محافظة اسكندرية سيادة اللواء معدل الإنجاب 2، يعني هما وصلوا للإحلال،
في اسكندرية. ليه؟ لأن كل الممرضات في الوحدات الصحية في اسكندرية متخرجات من معهد التعليم معهد التمريض العالي اللي هي قادرة على تقديم خدمة. في اسبانيا بيعتمدوا على الممرضات، الدكتور يجي يسأل الممرضة اعمل ايه مع الست دي. طيب يبقى فكرة التمريض والتوسع، فكرة التمريض والاطباء، زائد ان انا ممكن اجيب بقى المشرف الطبي اللي موجود في الادارة الصحية، اشتغل على العلاقة ما بين المستشفيات المركزية ووحدات تنظيم الاسرة، استعيرهم يجوا يساعدوني. حاجة مهمة قوي كمان الطبيبات السيدات، لانه لما بنيجي نتكلم عن تركيب اللوالب السيدات بيفضلوا سيدات، فدي حاجة يعني دي حاجات صغيرة قوي بس هتفرق في الاستخدام. حاجة تانية كمان انتهز الفرص الضائعة زي ما بيقولوا، احنا بنسميها missed opportunities. ايه missed opportunities دي؟ الست اثناء الحمل وهي حامل بتبقى تعبانة ومنهكة، فلازم اكلمها عن المباعدة بين الولادات وازاي صحتها وصحة طفلها هتكون احسن، ده بياخد وقت، فلازم مقدم الخدمة يبقى متدرب على ده وعارف ازاي يعمله. فرصة الضائعة التانية هي بعد الولادة على طول، ست بعد الولادة على طول محتاجة حد يكلمها ويقول لها عن وسائل تنظيم الأسرة. مين الجهة دكتورة المسؤولة عن بلورة كل هذه الأفكار وضعف خطة عمل واضحة؟ مين؟ التعاون بقى ما بين المجلس القومي السكان ووزارة الصحة والسكان، وفي قطاع السكان وتنظيم الأسرة داخل الوزارة موجود، فهو التعامل. بس هي الفكرة ان احنا نحط ايدينا على الحاجات اللي هي ناقصانا، هي دي المشكلة. الحاجة التانية كمان اخيرا دكتورة دي هتبقى لا مش موقف. اخيرا لا لسه. طب ارجوك انا قدامي دقيقة. طب انت يعني مش نتكلم عن السكان شوية؟ طب بالنسبة للحملات الاعلامية، عشان برضو دي حاجة مهمة، احنا بنتكلم عن التوعية، الحملة الاعلامية زي بتهيئ المناخ العام، لكن لو انا جيت مثلا لسيدة في محافظة البحيرة مثلا وبتجيب 5 اطفال علشان جيرانها ما يعايروهاش وعلشان حماتها ما تعايرهاش، في الحالة دي مش الإعلام بس اللي هيشتغل، الاتصال الشخصي، وهو ده اللي بنتكلم عليه، لازم يبقى فيه زيارات منزلية لتقديم الخدمة. الحاجة التانية اللي عايزة أقول عليها بالنسبة للشرائح العمرية، احنا في عندنا زيادة في معدلات الخصوبة بالنسبة للشرائح العمرية الأقل سناً. ليه؟ لأنهم ما عندهمش توعية كافية ولا بالوسائل الموجودة ولا عندهم فكرة إزاي ينظموا الأسرة، فبالتالي حتى نسبة الاحتياج لخدمات تنظيم الأسرة وسط المجموعة دي عالي ولكنه غير ملبى. فأنا لما أجي أروح للفئة من 20 لـ24 سنة الزيادة كانت ما بين 2008 و2014 كبيرة جدا بالنسبة للفئات السنية الأخرى. الحاجة الثالثة اللي عايزة أتكلم عنها تنمية المرأة الاقتصادية، ولما بنعمل المشاريع الخاصة بتنمية المرأة الاقتصادية، لأن طول ما هي في العمل هتبقى الإنجاب أقل أكيد، فالتنمية المرأة بس خرجت للعمل والإنجاب زاد يعني ما. لا اللي بتخرج للعمل يعني. اللي بتخرج للعمل الإنجاب بيقل، دي دراسات، وكل اللي تعلمها عالي بتبقى الإنجاب أقل، فطبعا ده بيدخلنا جوه الخصائص بتاعت المجتمع. لكن بالنسبة للمرأة تشغيل الإناث والتعليم المرأة وتنميتها الاقتصادية، أرجو إن هو يكون في جانب لمشاركة الرجل علشان يعرف ان الست بتشتغل ويمكن يساعدها في مشروعها، علشان هما الاثنين يقرروا انهم يجيبوا عدد اطفال اقل. اخيرا ثانية واحدة بس، الزواج المبكر للفتيات وتعليم البنت، تعليم البنت اولوية للمستقبل ودلوقتي، يعني لازم نركز على تعليم البنت. وانا بأطالب وزارة التضامن الاجتماعي في المشاريع اللي بتعملها وبرنامج كرامة وتكافل ان هو يبقى مربوط بمفهوم الأسرة الصغيرة علشان نروج لده. انا قلت التواصل الشخصي، في حاجة تانية كمان اللا مركزية في إدارة البرنامج السكاني، شغل على المحافظات أهم بكتير من أنا أشتغل سنترالي. ممتاز. أوكي؟ ممتاز. والتنسيق والمتابعة والتقييم، وإحنا عندنا الجهاز المركزي في قاعدة بيانات هايلة إحنا ممكن نستخدمها. وعايز أقول إنه لازم كل الجهود دي تتم في وقت واحد،
يعني مش زي الإصلاح الاقتصادي أنا ممكن أعمل خطوة النهاردة آه. لا الإصلاح السكاني لازم باراشوتينج يعني ننزل مرة واحدة. ده المفروض بيحصل يا دكتورة من الجهتين اللي حضرتك قلت عليهم من كل الجهات. أنا اتكلمت عن التضامن والصحة لكن هناك التعليم. أنا ما عنديش فرصة أن أنا أضيع يوم واحد من غير ما أعلم الأجيال الجديدة صحيح. للمستقبل لأن إحنا بنتكلم على الهبة الديموغرافية. إحنا عندنا ميزة عن العالم أن إحنا عندنا نسبة شباب ودول قادرين على الإنتاج ويقدروا يزودوا النمو الاقتصادي لكن في نفس الوقت الكفاءة بتاعتهم هياش كلها على القدر الكافي. طب أنا لسه هستنى لما يجيلي مجموعة تانية من الشباب غير قادرين. النهاردة كل طفل بيتولد التعليم بالنسبة له أساسي وتنمية الفكر والمهارات لازم يبقى داخل التعليم. آخر حاجة هقولها محتاجة أن أنا أقولها أنا بشكر جدا فخامة الرئيس على اهتمامه بالسكان لأنه موضوع كلام طبعا في موضوع السكان 2.5 مليون زيادة سكانية قد مواليد السويد وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا يعني حاجة اللهم صل على النبي الشيء الوحيد اللي بننتجه بشكل جيد وبكفاءة. هي المسألة بسيطة جدا احنا في مصر مش هنحل المسألة دي غير بالثواب والعقاب. يعني يا تديني ثواب ان انا بقلل يعني الخلفة او بتعاقبني ان انا يعني حاجة من اتنين انما اللي هو بالتوعية والوعي وبالارشاد وعشان مصر وعشان الدعم ولا حد هياخد باله وكل ما الحالة الاقتصادية بتسوء الناس بتخلف اكتر. يعني ليس صحيحا ان كل ما الحالة الاقتصادية بتزيد الناس ما بتعملش حاجة غير انها تخلف. يعني النشاط اللي موجود بالليل ايه ان هم يخلفوا يعني ده النشاط الوحيد مش مكلف وما بيعملش فلوس فبنخلف والدولة تشيل. وهو الرئيس نهاردة لأول مرة يبقى فيه كلام وسؤال بشكل مهذب كده انت متخيل ان الدولة هتشيل زيادتك السكانية في سؤال بشكل مهذب جدا يعني ولكن يجب ان يبدأ هناك اجراءات واضحة جدا. طبعا النهاردة على الفيسبوك والتويتر الاخوان هيروج لكم ايه انه عبد الفتاح السيسي هيعمل اجراءات علشان اللي يخلف اكتر من عيل وده ضد الشريعة وضد ربنا وعايز يمنع وازاي اصله طيب ممكن اجيب لحضراتكم خطاب للرئيس الخالد محمد مرسي وهو بيتكلم على الزيادة السكانية احدى خطاباته النادرة اللي كنا بنستمتع بيها كان راجل بيمتعنا يعني عشان لما يجوا بالليل يقول لك ايه عبد الفتاح السيسي عايز يقف قدام ارادة ربنا ويمنع ان انتوا تخلفوا والذرية الصالحة وربنا هو بيبعت العيل ومعاه تعب وان انت لازم تستغل القوة السكانية ايه ده 40% منهم امية قوة ايه 13% منهم بطالة التصرف في التعليم 20% ده انت بتعالج فيروس سي بالملايين ملايين عندك بتعالجهم فيروس سي بتتكلم على 11-12 مليون واحد عندهم فيروس سي شعب ايه ده قد يعني مش عايز اتكلم فالمسألة ديت لن تحدث ولن تتحسن ولن يحدث فيها اي امر ولكن المفيد ايه انه الناس النهاردة اللي قاعد على القهوة بتشوف الكلام ده يعني بيتم دق ناقوس الخطر بيتم استرعاء انتباه حضرتك انه في المشكلة ديت انه ان الناس دي جاية بربطة المعلم كلها تتكلم في موضوعات مهمة يتحط تحتيها مليون خط فين البرلمان فين النواب طب سؤال معلش انا حابب اسأل السؤال ده لان دي مواجهة لينا ولنفسنا مؤتمر ده لو اتعمل الشهر الجاي ولم يحضره الرئيس يعني الرئيس مسافر الرئيس عنده اي حاجة تفتكروا مقدار الاهتمام بيه هيبقى قد ايه دي مشكلة تانية مشكلة حقيقية يعني احنا كده هي البلد دي كده لازم ادوات اخرى يبدا البرلمان ياخد دوره تبدا المجالس المحليه تاخد دورها تبدا مجلس الوزراء ياخد دوره الوزراء ياخدوا دورهم القرى والعمدات والمش عارف ايه ياخدوا دور كل الناس دي تاخد دورها
ويبتدي يبقى في حوار جوه المجتمع. يعني اخر مره سمعته عن عمده او محافظ لامم الناس بيكلمهم في تنظيم الاسر او بيكلمهم في الميزانيه بتاعتنا او بيكلمهم في الاسعار، هنعمل ايه في موضوع الاسعار جوه المحافظه بتاعتنا؟ انما احنا في مصر الرئيس نقطه نقطه، مؤتمر ده اعمله اشاره جاي كده، الرئيس مثلا مسافر، رئيس مثلا في امريكا في اليابان في اي مكان، وقد انا بس سياده الرئيس سين او صاد ليرأس انت، كم شاب هيروح؟ كم وزير هيحضر؟ وكم محطة هتنقل؟ انا بكلمكم بصراحة. فاحنا مضطرين ان احنا لسه في المرحلة الرئاسية. قعدت طب المدة انه الدستور الجديد قد قلص من الرئيس والبرلمان هو القيادة وهو اللي بيقود، وان الدستور الجديد ده هيخلي الرئيس ما يتحركش وما بقاش فيه بقى الرئيس بتاع زمان. انا كنت غلطان، انا بعترف لحضراتكم انا كنت غلطان، لم يتغير في مصر شيء، بل على العكس، زمان كنا بنشوف البرلمان اكتر، زمان كنا بنحس بنوابنا اكتر، زمان كنا بنشوف ناس على الارض اكتر. احنا الحياة السياسية في مصر عندنا انتهت. اخر مرة شفت حزب او سمعت عن حزب فين؟ جرايد الاحزاب بالكتير في جريدة الوفد، جرايد احنا زمان كان عندنا جرايد كتيرة الاحزاب، كل حزب ليه جريدة تقراها كده وتشوفها، الجريدة اللي ماسكة نفسها لسه يعني ربنا يعني ينفخ في صورتها جريدة الوفد، انها جريدة عريقة وقديمة وليه علاقة بالصحافة اكتر ما ليه علاقة بالحزب. اين حزب الوفد طيب؟ اين حزب المصريين الاحرار؟ اين حزب النور؟ اين مستقبل وطن؟ اين حماة وطن؟ حد سمع عن حماة وطن في وقت او مستقبل وطن؟ اين حزب المحافظين؟ كل دي على فكرة مش بقول اسامي من خيالي، ده دي الاحزاب اللي موجودة جوه البرلمان. اين المصريين الاحرار؟ المصريين الاحرار ليه ملوش جرنان؟ فين مؤتمراته؟ فين الحياة السياسية في مصر؟ احنا عندنا رئيس يجلس مع الشعب، والله انا عايزكم بس تخشوا تقروا عن الديمقراطية الاثينية، ديمقراطية اثينا بتاعت زمان، كان قيصر يجلس مع الشعب ويقعدوا يتكلموا كده وياخدوا قرارات ويمشوا. اللي مش موجود خلاص ما حضرش، ما يعني كان عنده تجارة عنده مرض او حاجة وكده خلاص. محتاجين عشان ده يحصل اللي هو العقل الجمعي للمجتمع، ان فجأة العقل الجمعي للمجتمع يبقى بيقول ايه؟ يعني النهارده مثلا العقل الجمعي عشان اشرح لكم، العقل الجمعي بيقول ايه؟ اه الاسعار مولعه فينا. مش ده العقل الجمعي؟ ده العقل الجمعي اللي هو المجتمع بيبقى عنده شيء جواه هو اللي مسيطر عليه. ده العقل الجمعي. يمكن في ناس في الفاصل اتصلت ومنزعجه جدا، عمرو واخد موقف من الفراخ المصري ليه؟ تاني. طب يا جماعة ما ندفعش على الأسعار والناس والغلابة والتعهدات بتاعت التجار، بلاش نسكت خلاص، اعملوا في الناس اللي انتوا عايزين، يا رب تبقى الفرخة ب40 جنيه، ما هو كيلو اللحمة النهاردة الكويس من 80 ل 100 جنيه، خلاص الفرخة دي سترة لينا كويسة وفيها لحمة أكتر من كيلو اللحمة، ماشي خلاص، وبتطلع شوربة وبتاع وفيها كبدة وقوانص انما العقل الجمعي في مصر بيصوت. هل العقل الجمعي، وده اللي الرئيس بقى كان بيشكي منه يوم ولد النبي، انه هل العقل الجمعي في مصر شغال على فكره التطرف او تجديد الخطاب الديني؟ لا طبعا، مفيش حد في مصر مهتم بالموضوع ده. هل حد في مصر مهتم بقضيه السكان؟ ولا لا. هل حد في مصر مهتم بقضيه التعليم؟ ولا هم هنا ولا حد هنا. انما الناس في مصر تسال ايه هو العقل الجمعي؟ الدماء كله تيجي تكلم حد غني او فقير، يعني ملياردير او يقول لك الاسعار والدولار، الاسعار مبهدلانا يعني حاجات كده. المهم خلينا نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني،
احنا بنتابع مع حضراتكم المؤتمر، احنا بنحب بس نعمل الطريقه دي في متابعه المؤتمرات، خصوصا زي ما بقول لحضراتكم اللي هي الجلسات الاقتصاديه، لان هو ده المهم، يعني هو ده الشيء، البلد دي هتقوم يا هتقع بالاقتصاد، مش دي او غيرها، يعني دي او بريطانيا او البورصه الامريكيه مولعه، الاسهم بتنط بالعشرين وبالتلاتين في المية. دونالد ترامب راح مصنع كارير وقعد مع في الناس وايه المشكلة وايه اللي مضايقكم، بايع سلاح للسعودية وقطر والامارات والمغرب اول امبارح بعشرة اتناشر مليار، وقال لبوينج عشان الناس اللي زعلانة بقى من الفراخ، قال لبوينج ايه؟ الطيارة الرئاسية اللي موجودة بتاعت الرئيس اوباما اللي بيركبها رئيس اوباما اللي هي طيارة رقم واحد، يعني طيارة الرئيس، عمرها 25 سنة، فجي دونالد ترامب عايز يجيب طيارتين، فقال لهم بكام؟ ده شركة بوينج دي شركة امريكية زي الفراخ كده، قالوا له بكذا، قال لهم لا يا غالي انا ما ادفعش الرقم ده، انتوا بتنصبوا على الحكومة الامريكية، بوينج ودول بيعملوا ايه؟ بيعملوا الطيارة الرئاسية اللي هي بتقول بابا وماما وتيتا وعمة، اللي هي فيها بس صواريخ والبتاع ويقفل ويطلع ويعمل والحاجات اللي انتوا بتشوفوها، عايز طيارتين، لا لا، وطلع فضحهم قال لك ايه النصب ده، انتوا بتصبوا عليا، الكلام ده ما ينفعش، صناعه وطنيه امريكيه، دوم هتصرف بقى. فطبعا كل الناس قالت هيتصرف يعمل ايه، ده مجنون يروح يجيب من ايرباص ولا هيعمل ايه؟ في توازن، ناس بتلعب بالتوازن، ارفع السعر افتح استيراد اعمل مش عارف ايه، فالناس كلها في الفاصل بعتت قالت ايه ده انت واخد موقف من الفراخ المصري. انا مع المواطن يا جماعه، والله العظيم ثلاثة ما اعرف مستورد الفراخ، ولا عمري كنت مستورد فراخ ولا حد، ليه انتوا تعهدتوا معايا هنا اهو ترامب يلغي حجز تصنيع طائرة رئاسية جديدة بسبب سعرها الهائل، هو طبعا ما بيدفعش من جيبه يعني، والطائرة الرئاسية دي ما فيهاش هزار، دي طبعا احنا نص الافلام الامريكاني معمولة على الطائرة الرئاسية دي، كام فيلم وهاريسون فورد وبتاعه وهو جوه الطائرة الرئاسية وطائرة من جوه لهم لا كتير غالي قوي، بس في نفس الوقت راح رايح ايه بايع ايه، عمل صفقة فيها بوينج برضو، بوينج موردة معدات للإمارات والسعودية وقطر والمغرب، أظن واحدة دولة أعلى واحدة هي المملكة العربية السعودية دفع 4 مليار وحاجة، وراها الإمارات 2 مليار وحاجة، وراها قطر مليار وحاجة، وبعدين أظن المملكة المغربية شارية ب 107 مليون دولار، الأرقام تقريبا كده، بيعة حلوة تنعش الاقتصاد الامريكي، البورصه هناك مزغرطه مزغرطه. بص على اسهم البنوك، بص امر مكلف للغايه. شركه بوينج وسمعه بوينج ديت يعني بسمعه امريكا كلها، مش فراخ بقى. قال لك لا انتوا حراميه، انتوا نصابين، انتوا عصابه، لم نفسك. كارير كان عندها مشكلة عمال بتاع التكييف، كارير بتاع التكييف راح وقف وايه، وهتمشوا مين وهتقعدوا مين؟ اقتصاد، اقتصاد هو العصب، هو بيطلع وهو اللي بيقوم الدنيا، هو اللي بيشيل حد ويحط حد، احنا كلنا عرايس في ايد الاقتصاد. فالسوق هنا لما بتكلم فيه نزلوا الفراخ شوية، مش هنجيب فراخ مستوردة، قلل السعر تاني يرجع ورا حبة، فيه ايه؟ طيب نطلع فاصل ايه ونرجع تاني، هذه التغطية الخاصة بنتابع فيها مؤتمر الحوار الثاني للشباب، تعرفين الحوار الاولاني كان في شرم الشيخ، وزي ما قلت حضرتك كنت متخيل انها يعني هوجة ومش هتكرر، ولكن زي ما انتم شايفين بقى لقاء شهري هام جدا، وانا رايي ان المؤتمر ده هيعمل حاجات كويسه قوي لمصر. الرئيس كمان بيبقى عنده فرصه انه يسمع ناس كتير،
رئيس عنده دائرة حوله يعني، انت فاهم ازاي، مستشارين وزراء بتاع، بس في فرصة انه يسمع الشباب، يسمع خبراء. يعني كانوا قاعدين على المنصة في الموضوع بتاع الاصلاح الاقتصادي ده، في هالة السعيد وبتاع، يعني في ناس كانوا مش وزراء ومش مسؤولين، يسمع اراء تانية، فكرة تعجبه يحب يتعمق فيها، تعديل فكرة، تعديل لحاجة، الناس تشوف. هو ده اللي احنا نقعد نشرح، ادي الاعلام دايما يقولك ايه، والاعلام اديني مادة، انت بتديني مادة واشتغل، اديني ارقام اشتغل. هو وزير الاتصالات بيتكلم عن الوظائف والتعديل والتحديث اللي بتعمله شركات زي شركات الاتصالات. انا عايز اقول لكم انه العالم كله دلوقتي اي مع التكنولوجيا خلاص، يعني اي شيء في الدنيا مفيش حد بيشتغل في حاجة اكتر من التكنولوجيا، هو ده المستقبل، هو هي دي الدنيا. يعني اما تعرف مثلا انه في دبي شغالين على ابليكيشن زي الواتساب، ايه العبقريه في الواتساب ده؟ يعني ليه الواتساب ده اتباع ب 19 مليار دولار، يعني قد موجودات البنك المركزي المصري. ابلكيشن ناس بتبعت لبعض مسجات، ايه العبقريه فيه؟ يعني العبقريه فيه حدوته كبيره جدا، السيرفرز، العمارات اللي هي بتاخد كل الحوارات دي مع الناس وتامينها، وانها تبقى مؤمنه، وان ما حدش يقدر يطلع عليها، وكل الاشياء دي. وخلاص ما بقاش في حد يبعت لحد مسج، حتى شركات الاتصالات دلوقتي المسجات ببلاش، ما هو ما حدش بيبعت لحد مسج، عندك واتس، ما دام عندك واتس خلاص. ففي الامارات دلوقتي شغالين على جوم الروس عملوا التليجرام، وهيتباع بارقام مذهله. الاماراتيه دلوقتي شغالين على بتاع، احنا عندنا الشباب بتاعنا لو وعدتهم يشتغلوا على حاجات عامله زي دي، جيل تاني، جيل حدوته تاني. نطلع فاصل اعلامي ونرجع تاني، وزي ما بقول لحضراتكم من المتوقع احتمال وارد ان الرئيس هيختم هذا المؤتمر بكلمه شامله يعني يلخص فيها رؤيته لكل الكلام اللي بيتقال النهارده، كلام عن التعليم، هجيب لكم الكلام اللي الرئيس قاله على التعليم النهارده الصبح. لو في وقت هنرجع لورا شويه، انه الكلام اللي اتقال يوم مولد النبوي هام جدا. نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، ابقوا معانا.